بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس احمد شفيق، برحب بيك في بودكاست وذا كيميكال انجينير. طبعا انا يزيدني شرف جدا ان استقبل حضرتك وتكون ضيفي في البودكاست، الحلقه الاولى منه. الهدف من البودكاست ده، ما حضرتك عارف ان احنا بنستضيف كيميكال انجينيرز استاذ محمد، شرف كبير ليا. انا فعلا سعيد جدا، حاجه تشرفني يعني. ربنا يحفظك يا ويبارك فيك، الهدف من وفكره ممتازه. البودكاست انا سعيد جدا بفكره المصطبه. ربنا يبارك فيك. الهدف من البودكاست ده ان احنا بنستضيف كيميكال انجينيرز متميزين من مختلف الدول العربية، من مصر، من العراق، من السعودية، من اي دولة. بنستضيف كيميكال انجينيرز متميزين علشان نوصل رسالة واحدة، علشان ان احنا براود تو نوصل بي رسالة كيميكال واحدة، انجينيرز. ان احنا براود تو بي كيميكال انجينيرز. فعلشان كده حضرتك اتشرفت طبعا بيك انك تكون اول ضيف معايا في هذه البودكاست. هنطرح عليك شويه مجموعه من الاسئله بيسالها الشباب حديث التخرج، بيسالها طلبه الجامعه، بيسالها المهندسين اللي شغالين حاليا. نقاط كده تقدر تقول عليها نقاط خلافيه، ان شاء الله نلاقي اجاباتها عندك. هنتكلم معاك من وجهه نظر انسانيه، مين احمد شفيق، ونتعرف عليك كشخص احمد شفيق مش مهندس. وهنتكلم معاك بعدها ان شاء الله عن احمد شفيق في الكيميكال انجينيرنج، مين احمد شفيق كواحد من افضل البروفيشنال كيميكال انجينيرز مش في مصر، في الوطن العربي كله. فاتشرفت جدا بيك يا باشمهندس احمد، وسعيد جدا بلقاء حضرتك النهارده. ده شرف كبير ليا يا باشمهندس محمد. انا متشكر جدا وشكرا على الاستضافه اللي تشرفني فعلا دي، ومع مهندس كبير محترم زي حضرتك وراجل قوام وقامات يعني، وانا ما بزايدش عليك يعني، ولا مش موجوده فيك، بس انت فعلا من الناس المحترمه اللي سيرتها الناس تتكلم في ظهرها كويس جدا ما شاء الله. ربنا يحفظك ويوفقك ويكتب لك الصالح دايما يا رب، اللهم امين. ثانيا، الفكره ممتازه، فكره على المصطبه، فكره هايله جدا ان احنا نقعد ندردش مع بعض، بس اخواتنا معانا، اولادنا معانا، اللي حابب ياخد درس ويتعلم دي حاجه كويسه، اللي حابب يسالنا ويتشالنج دي حاجه كويسه، حاجه كويسه، لان دايما انت من غير سؤال مش هتعرف تتعلم، ومن غير ما تغلط مش هتتعلم، ومن غير ما تغلط مش هتحس بطعم النجاح بتاعك يعني. والحاجات دي كنا بنسمعها واحنا صغيرين، وانا لازم اتكعبل عشان خاطر لازم البس في الحيط يعني عشان ابقى كويس. بقى صدقني طلعت لحضرتك معانا، هتلبس عشان تنجح، لو من غير ما تلبس مش هتعرف تنجح. المهم، بس هي فكره ممتازه. فانا فعلا متشرف بوجودي معاك، وانا اقل كتير جدا من اللي انت بتقوله، وام اوبن فور اني كويشن. ده شرف كبير ليا، اتفضل يا باشمهندس. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس احمد، شرفت جدا بيك. خلينا نبدا كده بالاول، نعرف مين هو احمد شفيق، من اول ما كان احمد شفيق الصغير لحد ما بقى احمد شفيق البروفيشنال كيميكال انجينير. مين احمد شفيق؟ اتولد سنه كام؟ اتولد فين؟ التخصص ايه تحديدا؟ خريج جامعه ايه؟ ومراحل التدرج في السلك الوظيفي بتاعك، اول ما بدات شغل في الكيميكال انجينير اشتغلت فين؟ وبعد كده رحت فين وفين وفين؟ وانت حاليا فين؟ اتفضل يا باشمهندس. ممكن تعيد السؤال تاني عشان كان النت عندي فاصل. قلت لك حاليا يا جماعه انا في نيجيريا، فانا بعتذر جدا على الازعاج، وممكن ساعات كده تقولي بضحك بس مش سامع حاجه اصلا، فاسال تاني. في البدايه عايزين نتعرف مين هو احمد شفيق، من اول ما كان احمد شفيق الطفل الصغير اللي في مصر لحد ما وصل حاليا بفضل الله احمد شفيق ذا بروفيشنال كيميكال انجينير. اتولدت فين؟ سنه كام؟ اتخرجت من اي جامعه؟ اشتغلت فين لاول مره داخل مصر؟ واشتغلت فين خارج مصر لحد ما وصلت حاليا لدانجوتي ريفاينري في دوله نيجيريا؟ اتفضل يا استاذ احمد. تمام، ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا. طيب، احمد شفيق يعني مصري وافتخر، مواليد مسقط سلطنه عمان. ابويا كان مستشار السلطان قابوس وزاره الزراعه والري والاسماك، ووالدتي كانت في وزاره الماليه، وكنا عايشين في عمان ستيبل جدا لحد ما حصلت ظروف اسريه صحيه فاضطرينا ان احنا ننزل مصر. دخلت مصر وانا عندي 5 سنين، اول مره انزل فيها مصر كان عندي 5 سنين. قعدت عشت شويه في القاهره، وبعد كده طلعنا على انجلترا، قعدنا شويه هناك لظروف صحيه للوالده، وبعد كده رجعنا تاني على مصر. قعدت بقى فتره ابتدائي كلها في القاهرة، كنت في مدرسة عباس العقاد اللي هي ورا سينما طيبة في القاهرة. وبعد كده والدتي توفاها الله وانا في اولى اعدادي، فوالدي قرر ان احنا ننتقل كلنا نروح الجذور، ذا روتس الشرقية. انا شرقاوي اصلا يعني، انا شرقاوي شرقاوي مش شرقاوي من الشرقية، لا شرقاوي يعني في عندي قرية جدي جليلة، الجليلة جلال ده جدي، والابراهيمية دي عيلته امي الله يرحمها، فيعني فاحنا شرقوة في الاصل.
فرجعنا الشرقيه، قعدت في الزقازيق لحد ما خلصت ثانويه عامه ودخلت اعدادي هندسه في الزقازيق. وبعد كده ربنا كرم الحمد لله رب العالمين، دخلت اعدادي هندسه. وبعدين اخويا الاكبر مني على طول، انا اصغر اخواتي، ليا اخ ربنا يديله الصحه طول عمره، هو دلوقتي على المعاش، كان هو كان في مصر الطيران. وليا اختي هي بكالوريوس تجاره وربه منزل، وهما الاثنين اكبر مني ما شاء الله ربنا يديهم الصحه طول العمر. اخويا اللي اكبر مني على طول، اكبر مني ب6 سنين، احنا نعتبر فوق بعض يعني. كان دخل الكليه البحريه، فكان لازم والدي يجمع اثنين مع بعض في حته واحده، فعشان كده نقلنا اسكندريه. ورحنا قعدنا في اسكندريه. دخلت اولى كيمياء في اسكندريه، كملت هندسه اسكندريه عادي جدا لحد ما خلصت. بعد ما خلصت هندسه اسكندريه واشتغلت في مجمع غازات الصحراء الغربيه جاسكو ان جي ال فاسيلتي، منها قعدت فيها فتره. وبعد كده رحت في جاز برضو، كانت ستيل في مصر، قعدت فيها سنتين تقريبا. وبعد كده ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين، وطلعت الامارات، ومن الامارات على عمان، ومن عمان على قطر، ومن قطر على عمان، ومن عمان على نيجيريا. وحاليا زي ما انت شايفين اهو قاعد باللبس النيجيري بواحد الله سبحانه وتعالى وزاد في خلقه. فالحمد لله رب العالمين. وكل الحياه كانت كلها مطبات وتشالنجز وحاجات طعمها بيبقى مر جدا في وقت ما بتحصل، بس بعد فتره بتقدر تتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى وتعرف هو السيناريو ده كتب كده ازاي وليه، بس بعديها، لان لا يعلم الغيب الا الله. ففعلا فعلا يعني انت كل ما بتعدي وتعدي في مواقف وتروح وتوصل لليفل معين، ترجع تبص وراك تلاقي ده كان احسن سيناريو ممكن يحصل. لو حاجه تانيه حصلت كان زماني في حته تانيه اصلا. والحمد لله على كل حاجه. فدايما بنصح الشباب ان هم دايما يفكر كده، يعني لما يكف على وشه او يبقى واقف وطب او في تريب كده حصل في حياته ما يطولش. يعني اللي تشوك ده حاجه طبيعيه كبني ادم، لازم اتشوك، بس لازم تنجز وتبدا تدور هتحلها ازاي. ودي كانت دايما لما فكرت، انا كنت دايما بعدي ازاي، انا بعدي بدي، انا لما بقع بسرعه بقوم، طب انا همشي ازاي، طب انا ايه الباك اب بلان، طب انا هعمل ايه. فعلى طول طالما انت بتحط نفسك في مود انك انت هتحل المشكله فبتتحل. هم حتى بيقولوا مش وين مش وين مش وين لوز وين ليرن، انك لو ما كسبتش دلوقتي فانت لما تخسر فانت هتتعلم. يعني وين ليرن مش وين لوز. طيب هي في الاخر كده وين وين، هي كده وين وين. انت كده خريج كيميكال انجينيرنج جامعه اسكندريه، زي ما قلت دلوقتي انك اشتغلت في الاول في جاسكو، بعد كده انتقلت الاكبر الاكثر من شركه خارج مصر وصولا لحد نيجيريا. يعني ايه بقى من تحت اسمك، انا كاتب في الاعلان كده بي ان سي بي اتش بي اف اس اي ان جي اي سي يو سي هاز سي ال وهكذا، الحاجات دي معناها ايه؟ يعني كتير جد ناس جدا من الناس بيقولوا انا لو سرقت اختصارين ثلاثه من دول انت هتحس بيهم ازاي، الحاجات دي معناها ايه؟ الحاجات دي حاجات لطيفه خالص. بص، هي الحاجات دي بتبني مع الواحد، بس هو في يعني البي دي بحب بناتي. انا متزوج من كيميكال انجينير، بالنسبه لي هي احسن كيميكال انجينير في الدنيا. وهي مش شايفانا عشان ما حدش يفتكر انا بعطف ولطف عشان خاطر ما اخدش على دماغي، بس هي مش شايفانا وما اظنش انها هتكون تشوف الفيديو، فاحنا بتكلم براحتي يعني. وعندي بنوتين، لوجين وجوري. لوجين الكبيره وجوري الصغيره، هي مش كبيره قوي يعني، لوجين عندها 16 سنه وجوري عندها 8 سنين، ربنا يحفظهم هما الاثنين ويحفظ لكم جميعا ذرياتكم واخواتكم واهاليكم كلهم يا رب. هما دول هما سر اللي انا فيه ده، يعني هما دول دايما الدرايفر بتاعي. الابريفيشنز اللي انت شايفها تحت دي حاجات لطيفه خالص، هي بتيجي مع الوقت. يعني انا ما كنتش حامل هم ان انا احط ابريفيشنز اكتر من بيست ريجاردز احمد شفيق او احمد عطيه، لكن مثلا شاءت الظروف ان انا حابب ان انا اعمل ورق كنت عشان اهاجر استراليا بس في فتره من الفترات، فتطلب ذلك ان انا لازم ابقى مهندس معتمد من انجينيرز استراليا. فدخلت عملت قدمت ورق في انجينيرز استراليا، وعلى فكره انا عندي اعتمادين في انجينيرز استراليا، واحد كبروسيس تكنولوجيست واحد كبروفيشنال انجينير، سوري واحد كانجينيرنج تكنولوجيست واحد كبروفيشنال انجينير الاثنين. ف وبالتالي فهي بقت انت معتمد من الجهه دي. اكتشفت ان الانجينيرز استراليا هي ممكن ما يتاخدش بيها في هجرتك لاي مكان تاني او في شغلك في مكان تاني، بس بيبقى ليها كريدت بيسمع الناس عارفه مين انجينيرز استراليا وبيقبلوا الاوراق بناء على ايه وبيعتمدوك بناء على ايه. فبالتالي ضفتها للابريفيشن بتاعي. الحاجات الثانيه سيرتيفايد هاز اوف ليدر، سيرتيفايد سيل اللي هي سيرتيفايد سيل ديزاين اند اسيسر انجينيرز،
في عندك فانكشنال سيفتي انجينير في الاسبن. فالحاجات اللي هي الابريفيشن دي ليه بحطها؟ لان بتدي امبريشن للي قدامك انت ايه الكور سكوب بتاعك، ايه اللي انت فاهمه. فلو حابب يسال على حاجه خش واستريح، ما تقلقش هنضيفك. ده السر. تمام. طيب ليه بقى يا باشمهندس احمد انت اخترت الكيميكال؟ يعني انت اصلا كنت في اعدادي هندسه في هندسه الزقازيق، ايه اللي خلاك تروح كيميكال انجينيرنج؟ هل دخلتها عن حب ولا دخلتها مجبر اخاك لبطل؟ بص هي ايه، انا دخلتها بفضل الله سبحانه وتعالى. عارف انت ايه اللي هو ربنا انطقني انت هتخش كيمياء، فدخلت كيمياء. اللي حصل كالتالي بمنتهى البساطه وان بريف يعني في خلاصه، انا كنت محول من هندسه الزقازيق لهندسه اسكندريه. معروف ان المحولين من هندسه الاقاليم لهندسه المدن بيبقى فرصهم شويه ان هم يخشوا الاقسام الكبيره قليله. بس يا شيء السميع العليم ان انا خالي اللي هو احنا عندنا في مصر كده اللي هو ابن خالت امي اقول له يا خالي، فابن خالت امي كان عميد المعهد العالي للصحه رحمه الله عليه، وكان صديق عميد كليه الهندسه ورئيس الجامعه. وبالتالي وانا كنت جايب تقدير كويس في اعدادي هندسه دي، كنت جايب جيد جدا، كنت جايب 74 شويه يعني جيد مرتفع، خلينا نقول جيد مرتفع، ما بحبش انا اكل من حق نصيب حد تاني. المهم فانت جايب جيد مرتفع، من حقك اصلا انك انت تاخد تخش اي قسم. لو انت في اسكندريه وجبت جيد مرتفع الدنيا مفتوحه قدامك، حتى عماره وكمبيوتر ساعتها كان ممكن تخش. فانا الواسطه عملت لي ايه؟ خدني معاه على اساس ان انا يبقى ليا الاوبشنز، عايز تخش كمبيوتر، عايز تخش كهرباء، عايز تخش عماره، اعمل اللي انت عايزه. فانا بقى كان ايه تفتق ذهني ان انا وانا صغير كنت نفسي اخش بحريه. اخويا الاكبر مني على طول ضابط بحريه، انا عايز اطلع بحري. طبعا بما ان انا بدور فما ينفعش اخش قوات مسلحه، يعني في كشف الطب الراجل بص من بعيد اطلع بره، انت هنا بتعمل ايه؟ ادي له فلوسه يا جماعه، ده جه غلط. فكان نفسي انا داخل كليه هندسه بقى ايه، انا خلاص انا ما عدتش اخش كليه بحريه، طيب انا هخش هندسه، اخش قسم هندسه بحريه، اطلع اخش 6 شهور ضابط احتياط، اطلع مهندس بحر. انا هعمل خطه بلان كامله يعني. بس تعرف بقى، بص بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت تعرف ان ربنا كاتب لك حاجه، انت تبص هنا وانت راح حته ثانيه. فخدت خالي بقى ورايحين بقى وايه تمام، دخلنا قعدنا في مكتب الراجل وضيفنا. ها يا احمد بقى عايز تخش ايه يا حبيبي؟ شوف بقى انت عايز ايه الاقسام كلها، لسه عندي اماكن في الاقسام كلها. كيمياء. فانا لقيت خالي راح باصص لي كده، ايه؟ قلت له كيمياء. قال لي هو انت جايبني؟ راح طبعا جايبني، وبعدين في حاجات عشان الفيديو هيتذاع، في مجموعه الفاظ اتقالت تربويه بتعلي من وعي الواحد وتقلل من كرامته. انت جايبني معاك عشان خاطر تخش كيمياء؟ فالراجل اللي هو عندي الكليه ما رحمه الله عليه قال يعني لو على ما اعتقد ان انا عندي هنا اللي بيطلع بمادتين بندخله كيمياء عشان بنعاقبه. قلت له لا، بس انا كنت بحب الكيمياء وانا في ثانويه عامه، كنت بعد انا كنت بذاكرها لزمايلي، فانا بحبها. فقال لي خلاص ما تعرفنيش تاني، وخد بعضه مشي، ودخل بعضه مشي. وانا طب انا هروح فين؟ نزلت قدمت ورقي ودخلت كيمياء. فانا ما دخلتش كيمياء اللي هو انا داخلها هي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اخشها، بس لما دخلتها لقيت فيها نفسي لقيتها ايه ده باب كبير، ده مهندس كيمياء، ده لعيب يا جدعان، ده الراجل ده تقيل قوي، الراجل ده بيشتغل في كل حاجه، الراجل ده اكتب اعمل باب واكتب عليه مصنع، اعمل اي حاجه جوه المصنع ده، الراجل ده شغال جوه، الراجل ده شغال بتاع ديزاين، شغال بتاع اوبريشنز، شغال بتاع انجينيرنج، شغال بتاع انسبكشن اسيت انتجريتي، شغال كوروجن انجينيرنج، شغال اوبريشنز، شغال بروسس، شغال سيفتي، شغال بروسس سيفتي، شغال ريسك مانجمنت، ايه شغال انفايرمنت. انت مين يا ابني؟ انت ساحر فعلا. لان راجل دخلت اسمده شغال، دخلت مصنع معجون سنان شغال، ووتر تريتمنت شغال، اويل اند جاس شغال، بتروكيميكال شغال، اللهم صل على النبي. ايه ده؟ وبعدين احنا ايامينا بقى واحنا بنتخرج كانوا كمان بيدونا حاجه كده صغيره كده، مبروك كسبت معانا، انت هندسه كيميائيه ونوويه، اسكندريه بتدي الاثنين دول مع بعض، يعني بتكتبها لك في البطاقه. فطبعا بتطلع يعني انت ما فرحان بنفسك، انت راجل نووي وكله على الله يعني. فبس يا سيدي، فده اللي حصل في هندسه كيميائيه. هو انا بس عايز اكد على النقطه اللي حضرتك قلتها دلوقتي، ان موضوع الكيميكال انجينيرنج موجوده في كل حاجه. انا دايما بحب اقولها حتى لما بروح اعمل محاضره في احدى الجامعات او اعمل محاضره اونلاين، ان كيميكال انجينيرنج ايفريوير.
حتى وانا بعمل في محاضر بعمل بجهز لمحاضره في احدى الجامعات تقريبا من سنه، وانا بعمل سيرش بس كده عن تعريف مفهوم الكيميكال انجينير، لقيت فيه حاجتين. الاول ديفينيشن بيقول ان الكيميكال انجينيرز ار ذا بيبل هو ريفاين اويل، الناس اللي بتعمل تكرير للبترول، بيجي لها بترول خام تطلع منه منتجات بتروليه، بترولين برودكتس او ديريفاتيفز. لكن المودرن ديفينيشن للكيميكال انجينيرز بيقول لك ذا بيبل هو كونفرت اني رو ماتيريال تو سمثينج مور فاليبل، اللي بيحول اي ماده خام رخيصه منخفضه القيمه الاقتصاديه الى اي منتج. علشان كده هتلاقي الكيميكال انجينير مثلا شغال في شركات السكر، اللي بيشغل شركات السكر بيحول البنجر والقصب لسكر ومشتقات مختلفه، ده كيميكال انجينير. في الووتر تريتمنت كيميكال انجينير، في البتروكيميكال كيميكال انجينير، في البلاستيكس، في الريفايننج، في الجاس بروسيسنج، في الاسمده، في الاسمنت، في كل تطبيقات الهندسه او الصناعه بشكل عام اكيد هتلاقي فيها كيميكال انجينير. اي تطبيق بيتم تحويل فيه الماده الخام ايا كان هي ايه الى منتجات ومشتقات ذات قيمه اقتصاديه اعلى، هناك هتلاقي الكيميكال انجينير. فانا زي ما قلت دايما كده كيميكال انجينيرنج ايفريوير. للاسف الناس مش عارفه يعني ايه كيميكال انجينير، ناس تقريبا بيخلطوا دايما بين الكيميائي اللي هو خريج كليه العلوم صديقنا وزميلنا وعرسنا طبعا، وان المهندس الكيميائي اللي هو بيدمج من حاجتين مع بعض، بيعمل دمج بين الانجينيرنج والكيمستري، هندسه مع كيمياء، هو فاهم كيمياء وعارف يعني ايه كيميكال رياكشن وايه بيتفاعل مع ايه عشان يدينا ايه، والتفاعل ده بيتم ازاي، والكاتاليست وظروف التفاعل وهكذا. بس بلس كده هو عارف انجينيرنج، يعني عارف يعني ايه بامب، يعني ايه كومبريسور، يعني ايه ديستليشن تاور، ازاي يحول المعادله البسيطه دي اللي كنا بناخدها في الورقه في الكليه او في كيمياء ثانويه عامه مثلا، ازاي يحول الورقه الصغيره اللي هي بمعادله كيميائيه بسيطه الى مصنع بيحتوي على معدات ضخمه تكلفته ملايين ومليارات الدولارات علشان يبقى مشروع تجاري مربح، ده الكيميكال انجينير. عشان كده دايما لما الناس تيجي تسال ما بحبش بصراحه اقول ان انا في هندسه كيمياء، لا انا اقول في هندسه كيميائيه، ما بحبش كلمه هندسه كيمياء دي، لا بحسها برضو مش دقيقه شويه، احب اقول ان انا في هندسه كيميكال انجينيرنج، هندسه كيميائيه. وزي ما قلت للناس يا جماعه الهندسه الكيميائيه دي موجوده في كل حاجه، وانا طول عمري بقول ام براود تو بي كيميكال انجينير، انا دخلت كيميكال انجينيرنج عن اقتناع، وحتى يومنا هذا انا مقتنع جدا بالكيميكال انجينيرنج. يعني لك ان تتخيل انا في محاضره قدمتها في احدى الجامعات الخاصه المصريه، حضر رئيس الجامعه نفسه في المحاضره دي، كنت بقدمها لطلبه الكيميكال انجينيرنج في الجامعه يعني. فبعد ما عرضت كده قدامهم برزنتيشن على مدار الساعه وقلت لهم الكيميكال انجينيرنج عباره عن ايه وتطبيقاتها ايه واستخداماتها ايه واحنا ككيميكال انجينيرز نشتغل فين، الراجل جاء قدام الطلبه في نهايه المحاضره قال لي يا ابني اقسم بالله انا لو اعرف الكلام ده من 30 سنه كنت اتخصصت في الكيميكال انجينيرنج. فعلشان كده بس الموضوع محتاج ايضاح، ان احنا نوضح قيمه الكيميكال انجينيرنج. احنا قسم هندسي متميز جدا من وجهه نظري، بيجمع بين حاجتين، علوم مع هندسه، بنختلف عن اي تخصص هندسي اخر. بس الفكره كلها ان الناس اللي تدخله تكون مقتنعه بالتخصص، مش داخله كده غصب عنه، وغير الاقتناع بقى الحب، يبقى passionate to chemical engineering، عاوز يتعلم chemical engineering عن حب وعن اقتناع، ومقتنع تماما ان التخصص ده تخصص متميز عن اي حاجه تانيه. وانت دلوقتي انت قلت لي من شويه ان المدام حتى chemical engineer، مظبوط برضو؟ لا دفعتي مراتي كيميكال انجينير، مهندسه كيمياء جامده ما شاء الله يعني شطوره. طيب يعني على ذكر بقى الباشمهندسه كيميكال انجينير برضو، انت شايف مستقبل البنات في الكيميكال انجينيرنج ايه؟ اوكي بص، هو انا فاكر اول محاضره كانت في هندسه كيميائيه في اسكندريه، دخل لنا دكتور ربنا يديله الصحه طول العمر هو لسه عايش، وقف قال لنا البنات، بس انا بكلم البنات، هو انتوا داخلين تعملوا ايه؟ فواحدة قامت قالت له احنا يعني انا دخلت هندسة وانا عايز اخش هندسة كيمياء عشان انا سمعت ان يعني في شغل كويس بعد كده. فقال لها لو انت داخلة ومش عارفة انت عايزة تبقي ايه، يبقى انت هتطلعي تقعدي في البيت وهتبقي زي، او لو اشتغلتي هتبقي موظفة عادية جدا، موظفة زيك زي اي موظف بيروح شغل وبيرجع من شغل ما عندوش اي باشن للشغل نفسه، فعمرك ما هتكبري، انت لازم تفكري انت عايزة تبقي ايه علشان خاطر يبقى عندك موتيفيشن توصلي لحاجه كويسه دايما وتكبري. كانت كلمه لطيفه جدا وعدت، واحنا ساعتها ما فهمناهاش. احنا ساعتها يعني انت عايز ايه؟ انت بتقول عايز ايه؟ بس بعد كده احنا اكتشفنا فعلا انت يعني البنات، انا اعرف مهندسات ما شاء الله احنا من ساعه ما اتخرجنا احنا شغالين وهم شغالين. وشغالين اويل اند جاز، شغالين بتروكيميكال، شغالين بروسس، شغالين اوبريشنز، انا في بنات ومش بس مصر، مصر وفي عمان
وهنا في نيجيريا البنات بيشتغلوا. انا شفت بنات في الاوبريشنز في نيجيريا، شفت بنات في الاوبريشنز في عمان، في بنات في البروسس في عمان، في بنات في البروسس في الامارات، في قطر، هنا في مصر. يعني انا زوجتي، انا فاكر ان حتى بالنسبه على سيره زوجتي، انا كانت حامل في لوجاين وكانت في التاسع، ومديرها طلع يجري وراها في السايت، طلع يجيبها من السايت. كانت بتجيب قرايات، خدت القرايات بتاعت الديليت كوكر يونت، وبعدين الاوبريتور جابها لها، فاهمه، شكت في القرايات فراحت تجيبها بنفسها وهي في التاسع. مديرها راح جابها، ربنا الله يرحمه ويحسن اليه المهندس امجد الله يرحمه رحمه الله عليه، راح جابها وقال لها انت لازم تقعدي في البيت، انت خلاص هتولدي، تعملي لنا مشكله في السايت لو ولدتي، هنعمل فيكي ايه لو ولدتي هنا. اليوم اللي قعدناها في البيت هي اللي ولدت فيه، اللي جابت فيه لوجان. تمام. فده انا مش بقول كده عشان اكتر من ان انا اقول لك ان البنات، لا، في بنات بيشتغلوا شغل محترم ومستقبلهم موجود وفرصهم موجوده وشغلهم موجود، والكونسبت بتاع ان الشغل هو عباره عن رزق، والرزق من ربنا سبحانه وتعالى، انت اللي عليك او اللي عليكي انكم تسعوا، هيخليك. ده مش هيفرق بقى راجل من ست او ولد من بنت او مهندس من مهندسه، لو ليكي رزق هتشتغلي، لو ليك رزق هتشتغل، لو مالكوش، لو وقفتوا على شعر راسكم مش هتشتغلوا. بس وعلشان يجي لك رزق لازم تسعى، لازم تعمل حاجتين، لازم تسعى، وانت بتسعى بتحط نفسك في المود بتاع ان ربنا سبحانه وتعالى قال من جد، يعني اللي هو ايه، وقل اعملوا فسير الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. فانت هتشتغل اللي هتشتغله هتلاقي نتيجته. فلو حطيت في اعتبارك ان انت بتسعى عشان تلاقي شغل، ونتيجه ان السعي ده هتلاقي الشغل، هتلاقي الشغل. وانا اعرف بنات زي الفل زي الورد، اتخرجوا كانوا قاعدين في البيت بلا بلا يعني مش لاقيين شغل، مش لاقيين فرصه، وسبحان الله جات لهم فرص. ودلوقتي ما شاء الله ثلاث اربع دلوقتي في شركات انجينيرنج كبيره، من البيت لشركه انجينيرنج كبيره. فممكن تكون مش احسن حاجه بالنسبه لها، وعايزه تروح حاجه احسن، وده كويس ان الواحد يبقى عنده طموح. بس يعني فانا شايف المستقبل البنات موجود طالما الصناعه موجوده. الصناعه لو مش موجوده اقول لك ماشي، وبعدين الصناعه يعني انا ما اقول لك مثلا ايه، مش هتشتغل اوبريشن شيفتات، ممكن تشتغل اوبريشن دي سبورت، لكن اي قسم تاني تخدم فيه زي الفل، تخدم زي الفل. ففرصهم موجوده، وانا بشجع كل البنات بصراحه ان هم يعني ما ياخدوش ستيب باك ان هم عشان خاطر بنات فمش هنشتغل او مش هنلاقي فرص، ولا المديرين هيبقوا عايزين. والله المدير اللي هيبقى بيفرق ما بين ولد وبنت عشان خاطر الفرص، وانا مش عايز بنت عندي في الاداره، ودي هتبقى اصلها كمان شويه هتبقى حامل، وكمان شويه هتروح تولد، وكمان شويه مش عارف ايه، ده راجل ما بيعرفش يدور ادارته. صح. فده من وجهه نظري المتواضعه، ممكن هو يبقى احسن مني اكيد يعني، بس ده من وجهه نظري المتواضعه. انا اتعاملت بادارات وكان تحت مني بنات، كنت بقى عايز الموضوع ماشي جدا، والراجل يروح يولدوا ويرجعوا، كانوا ما شاء الله عاملين شيفتات، واحده تروح تولد ترجع الثانيه تروح تولد، فكانوا شغالين ورا بعض. والموضوع مش الحمد لله مش حاجه عندي وقت. هي الفكره كلها يعني بالباشون، ان هي تكون باشونيت وكده، بس السعي. سامعني يا باشمهندس احمد؟ سامعني باشمهندس احمد؟ سامعني؟ طيب اتفضل يا فندم. ايه بقول لحضرتك، هي الفكره كلها بالباشون، ان هي تكون مقتنعه وعندها شغف بالتخصص بتاعها. انا اعرف اكس من المهندسات المصريات اللي كنت شغال معاها، شابه، هي اصغر مني طبعا سنا، لكن ما شاء الله كانت شغاله في الاوبريشنز، كانت بتنزل الموقع تجمع قرايات زي ما حضرتك قلت، وبتقعد على راس الشغلانه اللي بيتم فيها الصيانه، مثلا بيصينوا هيت اكسشينجر، بيصينوا كومبريسور، بيفتحوا ديستليشن تاور، موجوده في قلب الموقع بتتابع العمليات دي كلها. بس ما شاء الله بقى كانت بتطور من نفسها، بتحضر ماسترز، بتاخد مثلا شهادات في اللغه الانجليزيه، بتراسل جامعات بره علشان تبدا تحضر ماسترز او بي اتش دي وهكذا، وما شاء الله فرقت كتير جدا على حتى مهندسين ولاد معانا في المكان اللي كنا شغالين فيه، فرقت جدا. حتى دلوقتي كله بيرفع لها يعني قبعه الاحترام، يعني ما شاء الله عملت اللي محدش عمله. الفكره كلها بالباشون والسعي، انها تكون مقتنعه بالتخصص وبتسعى وبتحاول بتطور من نفسها بقدر الامكان. طب انا خدت بالي دلوقتي بقى من اجابتك يا احمد على عمل البنات في الكيميكال انجينيرنج، انت قلت لي ان في بنات كانت بتشتغل في عمان كبروسيس انجينيرز، وبنات بتشتغل في نيجيريا كاوبريشنز انجينيرز، مش قلت لي كده برضو؟ مظبوط. عاوز اعرف الفرق ده، سؤال محوري
ده بيتسأل دايما كتير جدا، ايه الفرق بين الاوبريشنز انجينير والبروسيس انجينير؟ ده مش بس كده بقى، ده في ناس ساعات يقول لك لا انا جونيور بروسيس انجينير، لا ده انا سينيور بروسيس انجينير، في وظيفه يقول لك والله احنا عايزين ليد بروسيس انجينير. فايه الفرق بين البروسيس انجينير والاوبريشنز انجينير؟ وهل في تدرج في البروسيس انجينيرنج من من جونيور لسينيور لليد ولا ايه؟ اتفضل. ممتاز جدا. طبعا هو في فرق لطيف وفي برضه اوفرلاب ما بينهم، يعني في سيميلاريتيز وفي يعني ديفرنسز. لو اتكلمنا الاول على السيميلاريتيز، الاثنين بيتعاملوا مع الفاسيلتي، مع البلانت، مع المصنع، بس واحد فيهم هو اللي بيشغل المصنع، هو اللي بيعمل عمليه تشغيليه من اول ما الفيد يدخل لحد ما الفيد يطلع، بيعمله بايديه. وفي واحد بيعمله على الموديل، ومن اول كديزاين بيستابلش الديزاين نفسه ويجرب مع نفسه ويشوف الموديل ده كده لكن صح. الموديل انا بتكلم ممكن يكون على الهايسيس، ممكن على اي سوفت وير تاني، يعمله كموديل وبعد كده يمشي يعمل الانجينيرنج كالكوليشن او الانجينيرنج ديزاين باكج بتاعتها، وبعد كده يتحول المصنع ده ان هو بدل ما هو على الورق ان هو يطبق. اول ما هو بقى يتحول للورق ان هو يطبق، البروسيس انجينير بيستنى ولحد ما المصنع يتعمل له كونستراكشن. بعد كده الاوبريشن انجينير هو اللي بيشغل البروسيس انجينير بيسوبرفايز، مش بيسوبرفايز الاوبريشن. انا كاوبريشن، انا راجل الاوبريشن انجينير موجود في الورديه، المفروض ان انا ببص على بارامترز معينه، البارامترز دي انا لن اسمح ان يحصل فيها ديفيشن، لان هيحصل ايميديت امباكت عندي في على العمليه التشغيليه، يا البرودكت هيبقى اوف سبيك، يا اما هيحصل ايمرجنسي، يا اما هيحصل فيلير، يا اما هيكون من دامج، يا اما الناس هيحصل لها حاجه، فلازم اخد اكشن ايميديتلي. فالبارامترز اللي بيتوافق معاها او تتوافر فيها الشروط دي، دي البارامترز اللي الاوبريشن انجينير قاعد باصص لها بيراقبها. اما البروسيس انجينير فهو بيبص على البارامترز اللي بتاثر على كفاءه العمليه واداء العمليه ككل، ملهاش ايميديت امباكت، ليها امباكت على اللونج تيرم او على اللونج ران. بمعنى ايه؟ دلتا دي بتزيد سلايتلي، عماله تزيد تزيد تزيد، فهو يبدا يمونيتور كده، يعني يبدا يلاحظ ان دلتا دي بتزيد 0.1 0.2 0.3 كل ثلاث ايام ولا حاجه، تلاقي الكيرف عمال بيطلع. انا كده ايه الاسترينر او الفيلر او الهيت اكسشينجر عندي راح للسدد. تمام، ده الاوبريشن هيبقى بياخد القرايات عنده، بس دي شغلانه البروسيس، يعني هو بياخد قرايات عشان ديلي لوج بوك بتاعه، لكن الراجل بتاع البروسيس هو اللي بيوفرسايت الاوفرول بيرفورمانس بتاع الاريا. فالانترفال او فريكوانسي بتاع اخذ القرايات ومتابعه الاداء للاوبريشن انجينير بيبقى از اوف ايميديت امباكت الحاجات اللي بتعمل خلال الورديه، والراجل بتاع البروسيس اللي بيبص على الاوفرول بيرفورمانس على مدار يوم كامل، على مدار اسبوع، على مدار شهر، على مدار سنه. ده الفرق الجوهري. طيب هل في فرق بصفه عامه نقدر نفهم الموضوع ده كده؟ بمنتهى البساطه انا اقول لك زي بالظبط الشيف اللي هو في رئيس طه وفي شيف واقف على الحله جوه قاعد هو اللي بيعمل الاكله. رئيس الطه ده بيعمل الريسيبي ويقول لك والله هتحط معلقه ذره ملح، ثلاث ذرات فلفل اسود، ده مش عارف ايه، هيديك الريسيبي بقى بيه بالحنتوفه. تمام، الراجل بقى جوه في مطبخ بتاع الاوبريشن وهو شغال، في قلبي بقى ايه كوعه جه في بتاعه الملح، فنزل شويه حلوين، فهو بقى اللي جوه بيعرف يظبط بقى، ممكن يحط شويه بهارات، يخف بحاجه تانية فيظبط الطعم التاني ويرجع الطعم تاني حلو. ده الراجل بتاع الاوبريشن، والراجل اللي بره اللي بيدي الريسبي الراجل بتاع البروسيس. دايما بقول للشباب الوصف ده كده، المعلم بقى اللي يعرف يجمع ما بين الاثنين، اللي هو يشتغل اوبريشن ويشتغل بروسيس، فانت بتبقى عارف المشاكل اللي ممكن تحصل في البلانت كلها ايه، كلها ايه، بتعرفها من الايميديت وبتعرفها على اللونج تيرم، وبالتالي انت بتعرف تلم المصنع كله، بتعرف تلم مشاكله وتعرف تتعامل مع اي مشكله ممكن تحصل فيه، وتقدر بقى تطلع من، يعني دي المرحله اللي بتبدا تطلع فيها ستيب اب، وانك انت تبقى موجود في بوزيشن باوفرسايت او بتليد حاجه معينه. مش لازم انك تليد حاجه ديفرنت ديسيبلين، بس ممكن تطلع تعلى في ليفل اكتر. طيب انت قلت لي حاجه لطيفه، الفرق ما بين جونيور والسينيور والليد، وبعدين في مصر بقى في مسمى جديد برنسبل ليد وهيد. تمام، طبعا دي يعني بتبدا بسنين الخبره، الفروقات ما بينهم بتبقى عدد سنين الخبره واساينمنتس ورولز اند ريسبونسبيلتيز. فالراجل الجونيور، يعني بمثال انا عندي مشروع اويل سيبريشن، انا هعمل اويل سيبريشن،
تمام، انا عندي اوف شور هيبعت لي اويل اند جاس، انا عايز افصل الجاس ابعته على شبكه والاويل اخده وادخله على الريفاينري، اجهزه واحضره وبعد كده اعمله ستابلايزيشن وابعته على الريفاينري. دي باكج انا ممكن اساين دي المشروع ده من ضمن مشاريع موجوده عندي انا كهيد، فراح اساين الليد ان هو هتعمل بقى المشروع ده، المشروع ده بتاعك والمشروع الحته الثانيه دي بتاعتك، وهوزعها على الليدز اللي عندي. فالليد بيبقى مسؤول عن الباكج دي بتاعته، فيجي يروح مدي للسينيور بتاعه يقول له انت هتحضر لي الديزاين، هتعمل لي الكالكوليشنز وهتعمل هتحضر لي الديزاين باكج للسيباريتور، هتعمل لي السايزنج بتاع اللاين سايزنج، هتعمل لي البامب كالكوليشنز، هتعمل لي الاوفر اول ديزاين. الراجل السينيور هيروح جاي للجونيور بروسس انجينير او الانتري ليفل بروسس انجينير هيقول له هتعمل لي الهيدروليكس كالكوليشنز. فانت فاكر واخد بالك من الرولز اند ريسبونسبيلتيز، بتبدا بديليفربلز صغيره في السكوب بس ممكن تبقى كتيره في العدد، يعني ممكن يبقى بيعمل هيدروليك كالكوليشن فيلاقي نفسه بيعمل شغل كتير قوي، بس هي الاساينمنت نفسه كاوفرول بيبقى صغير، كاوفر كتوبيك بيبقى صغير، مش مسؤول عن كذا حاجه، مسؤول عن حاجه واحده بس هي ليها حسابات كتيره. وبعدين السينيور بيبقى مسؤول على الباكج الاكبر، بعدين الليد بيبقى مسؤول عليها كلها، والهيد مسؤول على المشاريع كلها، فالسكوب بتاعه اكبر ويبدا يخش برضو. انت الديليفربلز بتاعتك كتكنيكال انبوتس او كتكنيكال هاند وورك او هوم وورك بايدك بتبقى اكتر وانت صغير، وتبدا تقل واحده واحده وانت بتعلى. اللي بيزيد معاك وانت بتعلى هو الادفايزوري ليفل والاوفرول سكوب بتاعك، وازاي تقدر تادفايس وتليد الناس وتمانج التايم بتاعك وتمانج الريسورسز، وفي نفس الوقت الفاينانشال اوثوريتي بتاعتك بتبدا تزيد وانت بتعلى، ان هو انت بيبقى عندك بادجت تتعامل، فبالتالي انت ممكن تبقى عندك تعين ناس، تجيب ريسورسز، تعمل تجيب كونتراكت لثيرد بارتي، تشتري سوفت ويرز. فالفاينانشال اوثوريتي مش تبقى عندك وانت صغير، تبقى عندك وانت هاد، بس مش وانت هاد بس، تبدا تاخد ليفل، كل ما بتعلى بتاخد ليفل. يعني افهم من كده ان الاختلاف بين السينيور والجونيور والليد بروسيس انجينيرز ليس فقط years of technical experience، ولكن ممكن يكون في managerial skills، ممكن يكون في مثلا financial authorizations ان هو يقدر ياخد قرار مالي في حاجه معينه او عنده قدرات. مظبوط مظبوط، حتى انا بحب اسميها leadership skills. بالظبط مظبوط، انا بحب اسميها leadership skills، لان للاسف في ناس بتخلط ما بين ال بت 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 بتسوق من صورة المانجيريال سكيلز، يعني بيقول لك ما انا المدير. انت على فكرة انت لو قعدت على الكرسي وما عملتش ما ساعدتش التيم بتاعك انت هتفشل فشل ذريع. انت نجاحك انك انت تنجح، ان تخلي التيم بتاعك كل واحد فيهم ناجح، ولما كلهم ينجحوا انت هتبقى انجح واحد في الشركة، انت الناس مش هتبقى عارف تعمل فيك ايه. والعكس لو قعدت تكربجهم وانت عشان خاطر انت المدير بقى ما بتعملش حاجه وانت تشغلهم، هتلاقي نفسك بتعمل الشغل في الاخر. بص انا يعني اتعلمت حاجه مع الوقت يا باشمهندس محمد، المدير الشاطر اللي هو الشاطر اللي هو مربي ولاده صح، مربي التيم بتاعه صح، ده اللي تلاقيه قاعد في الشغل كده ايه عامل كده مبتسم وفرحان، وتحس ان هو قاعد مهاوي ما فيش حاجه، قاعد ما عندوش حاجه. ليه؟ الراجل ده ربى قاعده وعمل ديليجيشن، شاطر، برافو عليك. المشكله ان في ناس عندها مشكله كبيره في ان هو يعمل ديليجيشن، لان هو خايف ان الاثوريتي تتاخد منه. فانا لو اديت لك الحته دي انا مش هعرف اكونترولك. طب هو انت مين اصلا اللي حطك في المكان اللي انت فيه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حطك؟ يعني لو ربنا كاتب لك انك بكره ما تبقاش قاعد على الكرسي ده وتقعد على كرسي تاني، هتعمل حاجه تانية؟ ما انت هتعمل اللي ربنا كاتبه. فانت خليك واثق بقى في ان الارزاق على الله. ده شوف انا قلتها منين من الاول خالص، فطول ما انت سايبها الارزاق على الله، فالهيدك ده بعيد عن دماغك، مش هتقعد بقى تحسبها حسبه ان ايه. طب انا لو اديت له المعلومه، طب ما هتنطبق برضه لو شيرت المعلومه اللي عندك، لو طلعت الريسورسز اللي عندك. ساعات بتحصل ان انا ببعت الورق اللي عندي مثلا، بعمل برزنتيشن وتعجب الناس، تعجب الشباب الصغير، فبيبقى عندي حاجه موتيفيشن لطيفه جدا. خد البرزنتيشن نيتف فايل، شيل اسمي من الاول خالص كده قدام الناس، شيلوا اسمي حطوا اساميكم، بس اهم حاجه عندي ان الكونتنت ده يوصل للناس كلها، مش مهم عندي يوصل مين اللي عمله، المهم الكونتنت نفسه يوصل. ليه بقى؟ لان لو انت حفظت اسمي، انت حفظت اسمي فتره وبعد كده اتنسيت، لكن المعلومه اللي هتخش دماغك وانت هتديها لحد تاني وحد تاني هتديها لحد تالت. الحسابات دي كلها موجوده في السيف بوكس بتاعي اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يعني يرحمنا ويغفر لنا يا رب، اللهم امين. فده المهم، انا مش بتارجت ان اسمي يبقى معروف، انا بتارجت ان خزنتي تبقى كبيره فوق.
طيب هل ممكن ان انا ابقى بروسيس انجينير من غير ما اعدي على اوبريشنز انجينير؟ يعني هل ممكن ان انا مثلا اكون طبعا. لسه شاب متخرج فريش جرادويت واشتغل مباشره كبروسيس انجينير، ولا لازم طبعا. اشتغل سنتين ثلاثه اربعه اوبريشنز واتعلم في الموقع واشوف معدات مفتوحه واحضر اعمال صيانه واحضر عمارات واتبهدل بشكل كبير؟ انا مشيت بالتسلسل ده على فكره، انا اشتغلت حوالي 3 4 5 6 سنين في الموقع، اشتغلت ورادي وحضرت عمارات وحصلت معايا مشاكل وكوارث كتيره جدا، وبعد كده انتقلت للبروسيس انجينيرنج. فهل ممكن شاب حديث التخرج يشتغل كبروسيس انجينير مباشره بدون ما يكون عنده اكسبيرينس في الموقع كاوبريشنز انجينير؟ ايوه ممكن عادي طب جدا، لان في لان هو تشرحها لي بمنتهى بقى، البساطه. علشان انا معترض عليه بصراحه، فممكن تشرح لي بقى وجهه نظرك فيها عامله ازاي؟ بص خلينا نتفق على حاجه. اتفضل. احنا مبدئيا اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا نفس مدرستك، انا بداتها تشغيل، بس مش تشغيل بس، لان انت عارف عندنا في القطاع زمان ما كانش في حاجه اسمها بروسيس انجينير واوبريشن انجينير، كان في حاجه اسمها مهندس ورديه. كنت بتعمل كل مهندس حاجة. ورديه ده لما طلعت انا بره مصر لقيته بيتفك بسبعه. أيوة. انت بتعمل بروسيس وبتعمل اوبريشن وبتعمل ديزاين وبتعمل سيرفيلانس وبتعمل بيرفورم اوبتمايزيشن وبتعمل بروسيس كنترول وبتعمل اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام برودكتيف بلاننج. انا لما طلعت بره مصر لقيت الشغلانه اللي انا بعملها في مصر في سبعه بيعملوها. فخلينا نتفق ان ايه يعني، احنا زمان غير دلوقتي. تمام. لكن ليه ممكن عادي؟ لان انت وانت الفريش جراديوت هو طالع دماغه فيها كلها النولج بتاعت الكيميكال انجينيرنج ساينس، اللي هو ممكن بيها يخش يشتغل في انجينيرنج فيرم او في اوبريتنج كمباني. لو اشتغل في انجينيرنج فيرم، خلينا بس نفرق ما بين بروسس انجينير في انجينيرنج فيرم وبروسس انجينير في اوبريتنج كمباني. اوكي؟ تمام. معايا في النقطة دي؟ لا يا ريت توضيح ممكن. طيب احنا عندنا بروسس انجينير في الانجينيرنج فيرم زي ام بي بتروجيت، الشركات العملاقه اللي عندنا في مصر، وورلي بارسونز، كي بي ار، وود، الناس دي بتعمل انجينيرنج ديزاين. فالناس دي بتشتغل الديزاين من اول الكونسبت لحد الهاند اوفر، وساعات بيخشوا كمان في السبورت في الكونستراكشن، مش كونستراكشن، في البري كوميشننج والكوميشننج. بس هم المين كور بتاعهم من اول الكونسبت. انت معاك فلوس عايز تبقى عندك شركه، عايز يبقى عندك بلانت، فهو انت تقول له انا معايا الفلوس دي، فهو يعمل لك الكونسبت ستادي ويمشي معاك مراحل الديزاين من اول الايرلي ستيج الكونسبت فيز، البيزك انجينيرنج، الفيد، ديتيلد انجينيرنج، بعد كده يخش على الاكسكيوشن. تمام؟ ده بيشتغل شغل حسابات وموديلنج وقاعد في المكتب بيتعامل منه للكمبيوتر للكلاينت، يعمل حسابات يتناقش فيها مع مديره ويروح لو في حاجه عايزه تتظبط او تتصلح تتصلح، وبعد كده يطلع على الكلاينت، يبقى في تكنيكال كلاريفيكيشن ميتنج ما بينهم وما بين بعض، وبعد كده نوصل للفاينل سكوب. تمام؟ اما الراجل البروسس انجينير اللي شغال في ده، لو تفتكر اللي قلت لك عليه اللي هو بيقعد يبص على ويراقبها كل على فترات متباعده اكتر من الراجل بتاع الاوبريشن. فاكر انا قلت لك على الراجل ده صح؟ تمام. تمام، يبقى كده في اثنين عندنا، في اثنين بروسس انجينيرز، في بروسس وبروسس اوبريشنز او بروسس سيرفيلانس انجينير. بروسس سيرفيلانس من اسمه تعرف سره، الله يديله الصحه والعافيه ومسيب الخير الدكتور اشرف مبارك، كان يقول لك من اسمها تعرف سرها، اسمه بروسس سيرفيلانس. فالراجل بيعمل سيرفيلانس على البروسس، مخبر قاعد بيتابع البروسس، تابع العمليات التشغيل ويتاكد ان الدنيا ماشيه تمام. اما الراجل بتاع الانجينيرنج فيرم ده بروسس ديزاين انجينير، في فرق. بتاع سيرفيلانس ما بيعملش ديزاين، مش من ضمن السكوب بتاعه ان هو يعمل ديزاين، واضح. انليس ان في موديفيكيشن، مثلا بامب عايزين يشوف البرفورمانس بتاعها فيعمل الكالكوليشنز بتاعتها تاني، عايز يغير الظروف يغير الظروف ويشوف الافشنسي بتاعت البامب هتبقى شكلها عامل ازاي، برضه حاجات خفيفه كده تمشي معاه وفي نفس الوقت هو يقدر يعملها. لكن الراجل بتاع الاوبريشن، تمام، خلينا يبقى دول بتاع البروسيس، فده ممكن الفريش يشتغلها، والفريش برضو ممكن يروح يشتغل الاوبريشن، لانه هيخش بقى المعمعه ويتعلم من اولها، يتعلم من بابها، يمشي كده يخبط على البايب لاين ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. الله يديله الصحه والعافيه ومسيه بالخير دكتورنا وحبيبنا ومديرنا واللي شرفنا كله دكتور مجدي. لما اول ما اتعينت في جاسكو كنا اربع مهندسين اتعيننا مع بعض دفعه واحده، خدونا على السايت دكتور مجدي عايزكم، نزلنا السايت دكتور مجدي جلال واقف تحت البايب راك، يا اولاد
معاكم شهر، الشهر الجاي هتنزلوا السايت واحد واحد لوحده معايا، تورنوني البلانت كله، تعملوا لي ليه، تعملوا لي بروس ديسكريبشن على البلانت كله في السايت، وهنطلع المكتب، واحنا في المكتب هتقولوا لي البايب راك من اليمين للشمال ترتيب البايب لاينز ايه. طب ازاي دي؟ لان احنا كان عندنا الوان، جاسكو كانت بتحب الالوان، لو انت رحت الموقع عندنا هتلاقي عندنا البيربل والبينك والاخضر والبلو والبتاع، كلها عندنا كالرنج كود ما شاء الله كتير. ده ستاندرد كالر كود. اه ف ازاي؟ قال لك انت هتتخيل نفسك جهاز موليكيول داخل من اول الانلت ريسيفر وماشي جوه البلانت. دي الطريقه الوحيده، وكانت فعلا الطريقه الوحيده اللي اتعلمنا بيها السايت. الاوبريشن انجينير بقى بينزل ده دي الاخر، في الاخر يعني انا دايما لما حد بيشتغل بروسس بقول له انت لازم تروح، لازم تنزل سايت تشتغل اوبريشنز عشان خاطر تبدا تشوف الناس اللي في المطبخ دي بتظبط الاكل ازاي. لان يعني ساعات كتيره قوي الناس بتوع الاوبريشن بيطلعوا بحلول اوت اوف ذا بوكس. ليه؟ لان هو شايف دايركت، انت بتبص من ديزاين وكالكوليشنز وستاندردز وبتاع، والراجل اللي تحت ده بيشوف من منظور الابليكابيلتي. فانت لما تجمع الاثنين مع بعض هتلاقي نفسك مربع كده قاعد، حاسس نفسك انك انت طاير لفوق، انت راجل ايه معاك اوبريشنز وبروسس. وفي نفس الوقت لما بتطلع على ليفل اكبر شويه فبيبقى صعب ان حد يفوليو، يعني عارف انت ايه، يعني حد يبدا ايه يترك عليك حاجه او يبقى اذيه هتحصل للمصنع بسبب واحد بياخد قرار. انت بقى كراجل عندك باك جراوند اوبريشنز هتقول له لا القرار ده غلط، لا القرار ده هيعمل كذا كذا كذا، فبليز بلاش. انت هتنصحه نصيحه تفيده وتفيد الشركه. متفق معاك تماما. طيب بحكم ان انت اشتغلت جوه مصر وخارج مصر، هل انت شايف ان في اختلاف مثلا في الانجينيرنج مايند سيت بين المصريين والعرب والاجانب؟ هل مثلا البروفيشناليزم في الثلاث حالات مختلفين ولا لا؟ تعامل المهندسين المصريين في الموقع معاك كشاب لسه متخرج من الجامعه، هل بيختلف عن تعامل المهندسين العرب معاك في نفس الطريقه، ولا مختلف عن المهندسين الاجانب برضو؟ التعامل مختلف ولا التعامل واحد، كلهم بيتعاملوا بنفس الشكل؟ Which one is more professional؟ خلينا نتفق على حاجه، الليدرشيب اهم حاجه. فلو انت بتتكلم على الليفل اوف بروفيشناليزم بتاع المهندسين المصريين مقارنه بالمهندسين من جنسيات اخرى، فهو الدروس كلها بتتساوى as long as ان الليدرشيب كويس. لو انت ربنا رزقك بليدر على يعني او مدير، كان هو بالنسبه لك مش بوس، كان هو بالنسبه لك ليدر بيساعدك ويعمل لك موتيفيشن ويصلحك ويحطك ويرميك في حمام السباحه من غير عوامه فتقعد تطربش لحد ما تبقى هتغرق، يرمي لك عوامه يطلعك تاني، يعلمك ازاي تعدي ويرميك تاني، فتبدا تتعلم وتطور من نفسك، وفي نفس الوقت عامل لك سيف جارد بحيث ما حدش يعرف يابروتش عليك. ليه؟ لان هو ليدر وهو مسؤول عن التيم بتاعه. هتلاقي نفسك بتتربى، هتلاقي نفسك مش انت شخصيا، انت لا طبعا مهامك كبيره بس يعني انا بتكلم على المهندس الصغير، هيلاقي نفسه ان هو اتربى على ايد واحد بروفيشنال، فهو تلقائي بقى بروفيشنال. طيب خلينا نتكلم بصفه عامه، الاجانب، وبقصد بكده الجماعه اللي هم بتوع امريكا واوروبا، الناس دي شغالين بستاندردز. تمام، يعني الستاندرد عندهم، يعني احنا اللي احنا الاي بي اي والازمي بالنسبه لنا ستاندرد، صح؟ بالظبط. تمام، بالنسبه لهم ايه؟ كود. مش ستاندرد، ريجيلاتوري ريكويرمنت، مش ستاندرد. لو ده لو حاد عن الستاند عن اللي بالنسبه لنا ستاندرد عنده، هو لو حاد عنده هيتسجن. لا يجوز الحياه الحيود، هيتسجن، هيدفع فلوس ويتسجن، مش بس هيدفع فلوس الاثنين. لكن احنا عندنا ده ستاندرد، وهم بقى برضو اذكياء عشان برضو ما يلزموناش بحاجه، واذا حصل مثلا مشكله نتيجه ان احنا التزمنا بيها فنروح عليهم نرجع عليهم بقضيه. في ديسكليمر لطيف جدا على كل اي بي اي، الصفحه اللي بعد البريفيس كده ديسكليمر لطيف يقول لك ايه، بص يا ريس اللي جوه ده نتيجه خبرتنا، بس لو عايز تمشي في حاجه ثانيه براحتك، لكن لو حصلت لك مشكله نتيجه انك انت مشيت بيه مش مشكلتنا، ده رزقك. ده ملخص الديسكليمر. فالناس دي ماشيه برول، ماشيه بمسطره. تمام، لو مشي يمين او شمال هيحصل مشكله، فهو عارف ان هو لازم يتعامل يلتزم بالقوانين ويلتزم بالحدود ويبقى بروفيشنال علشان شغله يمشي صح. فهو في معظم الاحوال بيبقى بيمشي بستاندرد او بيمشي بطريقه
معهوده. احنا دايما بيبقى عندنا مشكله ان احنا بنحاول ناخد شورت كات ننجز، ودي مشكله النص بتاعنا كده اللي هو يعني ايه، يعني بصفه عامه يعني بتحصل في الحتت اللي في افريقيا وفي اسيا، اللي هو احنا عايزين ننجز الشغل لان احنا ضميرنا حر، عايزين ننجز. احنا مش مهم عندي ان انا ايه همشي على الستاندرد بالورقه والقلم والمشروع هيتاخر كده، احنا عايزين قلبنا ماشي على الشغل بزياده، بس ده ممكن يخلينا نوفرلوك حاجات مهمه جدا. لكن الناس اللي هناك مش مهم الشغل اتاخر، هو حتى دي طبيعتهم، انا هعمل الشغل زي ما هو يتاخد، ولو خلصت وانا شغلي 8 ساعات. احنا هنا في مصر وفي الوطن العربي لو في عندك شت داون ولا حاجه انت ممكن تبيت تقعد تبات على الارض. انا باشمهندس محمد شوقي ربنا يديله الصحه والعافيه وفي جاسكو دلوقتي، وباشمهندس احمد خلف، باشمهندس عمر العطار، واول ما تعيننا في جاسكو دخلنا عمره كبيره. العمره دي انا فاكر ان احنا اخر 4 ايام احنا كنا مطبقين لدرجه ان احنا نمنا تحت الهيت اكسشينجر سايت في التشيلنج اريا عشان بس برده شويه، والهيت اكسشينجر حواليه فيه ثلج، فكان فيه ليك فاهم، ففي ثلج فاحنا نايمين تحت الثلج في الارض قلبك على الشغل. لو انت بره يولع، انا معادي من كذا لكذا اروح البيت انام، انا حقوقي الانسان فاهم. لكن فده الفرق، ده الفرق. لكن في الاخر انت لو عندك ليدر كويس هتطلع نبته كويسه، ولو هو انت عندك ليدر مش كويس للاسف النبته هتطلع مش كويسه، هتطلع بتدور على مشاكل زمايلها، بتدور مين اشتغل ومين ما اشتغلش، بتدور كل واحد يخلي بقى يخلي راسه في شغله، كل واحد عنده كي بي اي، لو في ستاندرد هيبقى كل واحد عارف الكي بي ايز بتاعته اللي هو المفروض يسلمها ايه، هيبقى ملتزم ان هو يسلمها بقى، مش هيبقى فاضي يبص حواليه. اللي ينجح ينجح، اللي يسقط يسقط، دي ارزاق سبحانه وتعالى وانا مالي. انا اشتغلت برضو مع اجانب في فتره اعتقد من 4 أو 5 سنين فاتوا، واشتغلت معهم يعني فيزيكال يعني، فكان اكتر حاجه بتعجبني فيهم الكوميتمنت، الناس ملتزمه الى اقصى حد، عنده ميعاد حضور بيجي في ميعاد الحضور بالثانيه او قبلها بحاجات بسيطه، عنده ميعاد انصراف بيمشي في ميعاد انصرافه بالظبط. انا اللي كنت شغال معاه كارلو، انا عايز اقول لك ان كارلو ده كانت مراته بتتصل بيه قسما بالله وانا قاعد جنبه في الشغل ما كانش بيرد عليها، انت متخيل كوميتمنت ان ده ورك تايم. بنفس الوقت بقى لما بيروح البيت ده هوم تايم، ما بيتكلمش في الشغل ولا حد يتصل بيه في الشغل. كان بيعجبني جدا التزامه في الميتنجز، مثلا ميتنج الساعه 10 يحضر ميتنج الساعه 10 في مكان الاجتماع تماما، حتى لو هو اجازه يحضر من البيت وركن فروم هوم بمعنى الكلمه وركن فروم هوم، مش قاعد في البيت وخلاص وبيقول انا شغال في البيت، لا ده قاعد في البيت، قاعد في مكتب كانه قاعد في المكتب معانا بالظبط، فاتح الانترنت كونكشن بيكلمنا وبيتناقش معانا في المشاكل كانه موجود تماما. فكان بيعجبني لو واحد فيهم مثلا جاي متاخر شويه الصبح بيعوضهم بعد الظهر، يعني جاي نص ساعه متاخر عن ميعاده بيقعد بعد ميعاده نص ساعه. وكان بيعجبني جدا الفصل بين الحياه العمليه الشغل والحياه الشخصيه بتاعته. اي نعم انت ممكن يكون صح عندنا في مصر او في الوطن العربي ان الناس ممكن يسهر بعد اوقات العمل الرسميه في الشغل، يقعد 3-4 ساعات حتى بدون مقابل عشان ينهي مشكله عنده في الموقع او يتابع تشغيل معده وهكذا، بس برضو اتس مور اباوت باشون، اذا كنت انت بتعمل كده عن حب مش هيكون لها اي تعب او مشقه وهكذا. لكن كان بيعجبني جدا فيهم موضوع الكوميتمنت ده جدا، اجتماع في الوقت الفلاني يعني اجتماع في الوقت الفلاني، 8 ساعات ووركينج اورز 8 ساعات ووركينج اورز وهكذا. فده بصراحه كان اكسبيرينس اتعلمتها جدا منهم يعني. طيب خلينا كده نتكلم عن لو احنا عندنا مثلا مشروع تحت الانشاء زي دانجوتي ريفاينري، الاكسبيرينس اللي هياخدها المهندس الكيميائي حديث التخرج من حضور اعمال كونستراكشن بري كوميشننج كوميشننج ستارت اب لمشروع تحت الانشاء مقارنه بالاكسبيرينس لو خدها وهو شغال في مصنع شغال بقاله 10 سنين. يعني انا لو كنت كندي جات لي فرصه احد الشركات الاندر كونستراكشن في مصر او خارج مصر، وفي نفس الوقت جالي فرصه للعمل في شركه تانية شغاله ومستقره كاوبريشنز او كبروسيس انجينير، which is more valuable، اي واحد فيهم احسن كاكسبيرينس؟ ممتاز. خلينا برضو نتكلم عشان نعمل ريفرنس لاين واحد، ان الراجل التو اوبشنز اللي قدامنا، واحد هيشتغل كونستراكشن او هيخش في مرحله كونستراكشن يحضر كونستراكشن بري كوميشننج كوميشننج وستارت اب ويكمل مع المصنع، وواحد هيخش بس لحد الستارت اب ويمشي، وواحد هيجي بس بعد الستارت اب ويكمل. يبقى عندنا ثلاثه صح؟ كيميكال انجينيرز، والثلاثه كيميكال انجينيرز، ثلاثه كيميكال انجينيرز عشان حاجة، ده كيميكال انجينيرز. تمام. أحسنهم وأكثرهم حظا هو اللي يحضر من الكونستراكشن ويكمل.
لان هو بيشوف معدات وهي جايه جديده بتتفتح قدامه، بيخش يعمل لها انسبكشن قبل كبارت من البري كوميشننج قبل البوكس اب بتاعها، ممكن ما يلحقش يشوفها تاني في نفس الشركه. تمام. اما الراجل اللي بيشتغل في نورمال اوبريشن فاسيليتي فهو عنده خبره الاوبريشن، بس لو جات فرصه ان هو يروح مكان شركه هيبقى الشركه دي فيها بري كوميشننج وكوميشننج، هتبقى فرصه قليله جدا مقارنه بواحد عنده خبره بري كوميشننج وكوميشننج، لان الاكتيفيتيز اللي بتعمل في البري كوميشننج والكوميشننج من البري كوميشننج مش موجوده في النورمال اوبريشن. الكوميشننج موجوده لان انت كده كده في معدات بتقف بتطلع بره صيانه بترجع تاني تخش الخدمه بتشغلها، فشغل الكوميشننج على طول موجود. حتى لو صور صغيره كستارت اب شوت داون لمعدات، لما بيبقى في مرحله الكوميشننج بيبقى اسمها كوميشننج، في مرحله النورمال اوبريشن بيبقى اسمها تيرن اوفر او يعني هاند اوفر بروسيجرز. لكن البري كوميشننج تحديدا مش هتلاقيها، مش هتعمل اير بلوينج ولا ستيم بلوينج ولا ووتر فلاشينج ولا كيميكال كليننج ولا باسيفيشن ولا موتور سولو ران ولا الكلام ده كله، مش هتعمله. الكلام ده كله بري كوميشننج، هتعمله فين؟ في نورمال اوبريشن. طيب الراجل بقى اللي بيشتغل كونستراكشن وكوميشننج وبري كوميشننج، سوري كونستراكشن وبري كوميشننج وكوميشننج وستارت اب، ده راجل زي الفل وجميل، بس الراجل ده فرصه كلها محصوره في الحته دي. ليه؟ لان هو ما اشتغلش في مصنع شغال، وبالتالي ما عندوش خبره ايه المشاكل والترابل شوتنج الحاجات اللي هتحصل في النورمال اوبريشن. فدايما انا بقول يعني نصيحتي دايما للشباب اللي تجيله فرصه يخش مشروع كستاف لنورمال اوبريشن بس داخل من اول بري كوميشننج، امسك فيها بايدك واسنانك. انا واحد من الناس في حياتي كلها دلوقتي 23 سنه حضرت ثلاث، يعني اللي انا فيه ده الثالث، اللي انا فيه ده الثالث، ولو انا محظوظ ممكن يبقى فيه اثنين كمان. تمام. فهي دي النقطه يعني، ونقطه مهمه جدا، لان فكره انك انت تحضر المشروع من اوله، يعني انا مثلا ببقى عارف، انا عملت ده في ثلاث اماكن، ببقى عارف بتبقى عارف بعد التشغيل من قبل ما تشغل ان ايه المعدات اللي هتكوع منك، ايه المعدات اللي هيحصل فيها مشاكل كتيره، ايه الاريا اللي هتقعد تترابل معاك، ونوع الترابلز هتبقى عامله ازاي. ليه؟ لان انت حاضر من ايام الكونستراكشن، فعارف الحاجات اللي اتعملت صح والحاجات اللي اتكروتت. طب الحاجات اللي اتكروتت فيها ايه، وبالتالي اكسبكت الفيليرز هتبقى ايه. فانت بتبقى قاعد من دلوقتي بتحضر السيف جارد بتاعتك عشان ما تحصلش المشكله. واضح، فاهم القصد. طيب هو لو عندنا مثلا احنا شاب تخرج من هندسه كيميائيه واشتغل في غير تخصصه، يعني انا جاي ككيميكال انجينير فرصه ان انا احضر الكونستراكشن بري كوميشننج كوميشننج وستارت اب. الكونستراكشن ده مش بتاع كيميكال انجينير من وجهه نظري، ده شغل كونستراكشنز تركيبات، اعتقد مهندس كونستراكشنز ممكن يكون ميكانيكال انجينير بالاستعانه مع مهندس مدني وهكذا. فانا من وجهه نظري يعني المحدوده ممكن يكون ان السكوب بتاع الشغلانه دي اصلا مش سكوب كيميكال انجينير. لذلك لو كيميكال انجينير اشتغل في كونستراكشن بري كوميشننج كوميشننج ستارت اب، فاعتقد ان هو مثلا بعيد شويه عن التخصص او الميجور بتاعه اللي درسه في الجامعه. فرصته هنا يا باشمهندس احمد بقى تبقى عامله ازاي؟ هيكمل في الشغلانه دي على طول ولا هيقدر ينتقل منها بالاكسبيرينس دي لشغلانه ثانيه؟ هل ممكن يتحول الى بروسيس انجينير بعد ما بكان كوميشننج وستارت اب؟ طبعا. لان انا اقول لك على حاجه، هو الراجل اللي بيعمل كوميشننج وستارت اب، يعني تحديدا اللي زي ما انت قلت انت يعني اصبت، يعني احنا قلنا كونستراكشن بري كوميشننج كوميشننج وستارت اب، بس انت اخترت كوميشننج وستارت اب وانت بتقول، وانا بقول لك انت اخترت صح، لان الاثنين دول اللي بيعملهم كويس وبيبقى متقنهم بيقدر يترابل شوت اي مصنع. ليه؟ لان انت دايما عارف ان اكبر او اتقل وقت واكتر وقت بيحصل فيه مشاكل ويحصل فيه هاي ريسكس هو الستارت اب والشت داونز. طبعا صح. تمام. فالكوميشننج والستارت اب هما من اكتر بيريدز بيحصل فيها ريسكس ولازم تبقى اليرتد فيها وتعرف تتصرف. الستارت اب ده بيعمل ايه؟ ده بيقوم المعده ويعمل لها ستابلايزيشن، بعد ما يعمل لها ستابلايزيشن بيهاند اوفر للنورمال اوبريشن، فهو عمل لها ستارت اب وشغلها، ولو حصل فيها مشكله مهمته ان هو يمانيبيوليت المشكله ويحلها ويوصل لفتره البرفورمانس تيست ويحقق البرفورمانس جارانتي كرايتيريا وبعد كده يسلم. فالراجل ده الراجل ده ممكن يشتغل، ممكن يلاقي فرص، مش لا، وممكن ما يحبش ان هو يلاقي الفرص دي، لان انت فاهم الراجل ده برضو بيبقى عنده خبره يونيك شويه. الراجل عنده خبره يونيك، مش كل الناس عندها فكره ان هو يحضر من اول الكونستراكشن لحد الستارت اب. في جروبس
تمشي مع بعضها كده زي بيقولوا عليهم ايه، اسراب القريضه، عارف في موسم التزاوج بيمشوا مع بعض كده، تلاقيه ايه خلصوا المشروع طلعوا زي ما هم كده، راحوا عملوا مشروع في العراق هوب على مصر هوب على ليبيا هوب ايطاليا هوب. هو ايه يعني معروف بالاسامي الناس دي عشان مش كتير، فمعروفين بالاسماء. وانت لما بتشتغل ما بتشتغلش مع مهندس محمد، فالمهندس محمد شاف ان انا كويس في الحته دي، فمهندس محمد لما يروح مشروع تاني احمد عايزك معايا في الحته دي، فاحمد بيروح معاه، هي ماشيه كده. وفي نفس الوقت ساعات بيسقط بقى ناس، يعني مثلا في عمان انا فاكر واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا، راجل مهندس محترم بدون ذكر اسماء بس هو كلهم محترمين يعني، بس واحد حبيبي قوي يعني، كان جاي مع الشركه اللي بتعمل لنا الموضوع ده، وبعدين باع الستارت اب. الشركه عندنا هي اللي عملت له ابروتش، اقعد معانا عايزينك احنا، يعني تخيل الشركه هي اللي عملت له ابروتش احنا عايزينك، لان هو راجل عمل كوميشننج وعمل ستارت اب وحل مشاكل، فده انت هتبقى بالنسبه لنا فرود، خليك قاعد تاخد النورمال اوبريشن اكسبيرينس وفي نفس الوقت نكسب منك الاكسبيرينس بتاعتك، واحنا وين وين سيتويشن كده. طيب احمد خليني اسالك سؤال كده دايما بيتسال لي وعايز اسمع رايك فيه برضو، يعني انا دايما يعني اؤمن بالقدر شويه، ان ممكن ربنا يفتح لك سكه رزق بعيده تماما عن تخصصك وعما كنت تتخيله. فمثلا انا لو كيميكال انجينير خريج هندسه بترول السويس، خريج هندسه اسكندريه، هندسه جامعه القاهره وهكذا، وجات لي فرصه عمل في شركه كبيره لكن بعيدا عن التخصص، اشتغلت مثلا كمينتيننس انجينير، مهندس صيانه مش مهندس كيميكال انجينير، لا بروسيس ولا اوبريشنز، لا مينتيننس، واشتغلت فيها وخدت تريننج كورسز فيها وخدت شهادات دوليه فيها، والحمد لله على ارض الواقع مشيت فيها شويه حلوين وبقيت تقيل في هذا المجال. نصيحتك ايه بقى المهندس زي ده؟ هل الراجل ده يكمل في هذا المسار يشتغل كمينتيننس انجينير ويقوي نفسه فيها، وهي برغم ان هي بعيده شويه عن تخصصه لكن بحكم الخبره والواقع العملي اتعلمها وبقى متميز فيها، ولا يرجع يدرس تخصصه تاني ويبحث عن فرصة عمل في التخصص بتاعه كأوبريشنز أو بروسيس؟ ده سؤال هايل، ده سؤال هايل، وعندي lesson learned من أرض الواقع. سؤال هايل، ليه سؤال هايل؟ أنا نصيحتي يعني إجابتي المباشرة لي، نصيحتي للمهندس الفاضل ده إن هو لو اشتغل وريدي بقى عنده خبرة كمهندس صيانة وسيرتيفايد واخد سيرتيفيكتس في الموضوع، فيبقى هو بس فاضله حاجة واحدة إن هو ياخد درجة علميه في التخصص ده، يعني لو هو بيشتغل مهندس صيانه ياخد درجه علميه في صيانه كهربائيه، يروح يدرس بقى ياخد هندسه كهرباء او هندسه ميكانيكا باور او وهكذا، فاهم؟ ليه بقول لك كده؟ نتيجه الليسن ليرن اللي انا هحكيه لك ده. واحد حبيبي جدا، واحد من عشره عمري يعني، الراجل ده خريج علوم تمام، ومن اول ما اتخرج اشتغل مهندس مشروع بروجكت انجينير في شركات معالجه ميه في مصر. مصر ما عندهاش مشكله انك انت تشغلك لو انت علوم في شغلانه هندسيه والعكس، ما فيش مشكله طالما الاول بيبقى في كرايتيريا مناسبه، في على حسب الكرايتيريا اللي هم عايزينها، اوكي فتعالى تشتغل ومع الوقت بتاخد الخبره، وبعد كده الناس ما تبصش انت متخرج منين، انت معاك خبره كام سنه في المجال وجاي من شركه ايه واسمك في السوق عامل ازاي، فبالتالي بتبدا تتنقل. وعلى هذا الاساس الراجل ده اشتغل في مصر، اشتغل في عمان، وبعد اشتغل ما شاء الله، يعني انا بتكلمك على 10 سنين في مصر وخمس سنين في عمان، وبعد كده جه اشتغل في قطر كمان 6 سنين، وبعد كده حصل ايه، الدول الخليج ابتدت تطبق حاجه جديده جدا وحاجه منطقيه. حضرتك عايز تشتغل مهندس، حضرتك عايز تبقى مهندس بس، فهم طلبوا من كل الناس، قالوا يا جماعه كل الناس اللي بتشتغل مهندسين تايتل بتاعها مهندسين، ازف بكره ما يروحوش الشغل ويجيبوا يسبميتوا ورقهم، واللي مش مهندسين احنا اسفين. فازف ايميديت افكت، كان لازم يدور على شغل في مكان تاني، وما تعمل وما تدور، فانت بتحاول تبعد نفسك عن المشكله زي كده. اذا انت حبيت المجال اللي انت دخلت فيه حتى لو هو بعيد عن مجالك، بس انت لقيت نفسك فيه واشتغلت فيه وحبيته وبقى عندك خبره فيه وبتدي فيه ومعروف في السوق فيه، يبقى طور من نفسك وخد درجه علميه فيها، عشان خاطر لو حبيت تطلع من هنا وتروح مكان تاني تقدر تتنقل براحتك، ما يبقاش عندك اي ريستريكشن. شغال مهندس ميكانيكا، انت معاك بكالوريوس هندسه ميكانيكا، شغال مهندس كهرباء معاك بكالوريوس كهرباء، وهكذا، فانت ما عندكش بوتل نيك لنفسك، او unless ان انت قررت انك انت تقعد على نفس الكرسي اللي انت قاعد عليه طول عمرك.
في نفس الحته اللي انت في نفس الشركه اللي انت فيها ومش عايز تروح في حته ثانيه علشان تحاول تقلل انك انت تتعرض للريسك ده بره. انا مش سامعك، انت ميوت، انت ميوت ميوت يا هندسه. معلش اسف. النور جه. لو بنتكلم عن مهندس، لو بنتكلم عن مهندس كيميائي حديث التخرج وعايز يأهل نفسه الى سوق العمل، الموضوع دلوقتي اعتقد من وجهة نظري المنافسة بقت صعبة جدا، بمعنى ان الموضوع لا يتعلق فقط بالتخرج من الجامعة بتقدير كويس، ولكن ممكن تحتاج بيرسونال سكيلز جديدة، لازم يكون بيرسونال شخصية مؤثرة فعلا، لازم يكون عنده سوشيال سكيلز كمان وهكذا. انت شايف ايه في الموضوع ده؟ هل التخرج من الجامعة بتقدير كويس هل هو الشرط الاساسي، ولا وجود مثلا سكيلز اخرى على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي يجب ان كل واحد فينا يتمتع بيها، ده يعتبر برضو شرط اساسي في العملية في النجاح والحصول على فرصة عمل؟ وخلينا نقول على حاجة، ان انا واحد من الناس يعني بحترم جدا الشباب اللي بيتعبوا على نفسهم ويروحوا ياخدوا شهادات وتريننجز، بس دايما يعني انا فتره من فترات كنت بتكلم ياباني، مش بتكلم فلوينتلي يعني، بس بعرف اتكلم وافهم اللي قدامي واللي يفهمني. بس بعد 7 شهور من عدم ممارسه اللغه اليابانيه بقى بالنسبه لي الياباني رجع تاني ياباني، اللي هو الياباني اللي كان قبل ما اتعلمه. الفرنساوي كنت بتكلمه فلوينتلي لحد ما كنت مثلا في تاني اعدادي كنت بتكلم فرنساوي كويس، بعد كده بطلت اتعامل بيه. فدلوقتي ممكن افهمك وتفهمني لكن مش بتكلم معاك بفلوينت. الفلوينسي عندي راحت. الانجليزي هو الوحيد اللي الفلوينسي عنده فيه معقوله لان انا بتعامل بيه. فهي في الاخر الشهاده اللي حضرتك هتاخدها لو ما طبقتهاش يبقى ملهاش لازمه. وبالتالي انت خدت شهاده، الشهاده دي ما اشتغلتش بيها، ما نفعتكش في شغلك. اشتغل وشغلك هيقول لك انت هتشتغل ايه ومحتاج شهادات ايه. انا لو بتكلم على فريش جراديوت، انا ما بتكلمش على فريش جراديوت ومعاه 5 كيلو شهادات. انا عايز الفريش جراديوت ده من بترول، او فريش جراديوت ده من كيميكال انجينيرنج، او من ميكانيكال، او ايفر، انا عايزه فريش من المكان ده. هديله الاساينمنت دي، هو بياخد الاساينمنت دي هبدا انا اعمل له ليرنينج اند ديفلوبمنت، وابدا اعمل له ديفلوبمنت بلان، وانت ازاي تبقى تزود الكومبتنسي بتاعتك والديفلوب بتاعك من A to Z توصل ازاي. وبالتالي الشهادات، لما حد يجي يقول لي باشمهندس وانا عايز اشتغل في البروس سيفتي مثلا، باشمهندس عايز اشتغل في البروس سيفتي، ايه الشهادات اللي انا محتاج اخدها؟ محتاج يبقى معاك بكالوريوس حضرتك، تعالى اتفضل معاك بكالوريوس هندسه كيمياء، تعالى نتكلم مع بعض، اشوف عندك البيزكس بتاعت كيميكال انجينير، هدخلك عندي فريش انتري وبعد كده نبدا نكمل من هناك. لكن ما تروحش تاخد لي نيبوش واوشا وسي سي بي اس انت اصلا يعني لو انت ما عندكش ورك اكسبيرينس في حاجات من الحاجات دي مش هتاخدك. يعني سي سي بي اس مش هيفكر ان هو يبص على الابلكيشن بتاعك لو ما عندكش ورك اكسبيرينس وعندك 3 ريفرنس من 3 مشاريع اشتغلتهم ومشاكل حلتها. ده بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجات ثانيه بتقبل، تعالى، لان الحاجات دي كلها بزنس، تعالى اديك شهاده وتدفع كذا، تحضر عندي كورس، تقعد عندي شهر، تقعد عندي شهرين، واديك امتحان كده لطيف تعديه بسرعه وتاخد الشهاده من عندي. طب هل ده بالنسبه لي كواحد ليدر مثلا بيعين ناس عنده في تيم هيبقى فارق؟ انا اهم حاجه عندي انك انت كفريش جراديوت تبقى دايما جاهز كفريش، فدماغك مصحصحه وحاضره، واللي انت خدته في الكليه حاضر في دماغك على طول، حاضر في دماغك بمعنى ان انت لما يجي لك انترفيو وتتسال حاجه ليها علاقه بالثيرمودينامكس، بالماس ترانسفير، بالهيت ترانسفير، بالفلويد ميكانكس، الاقي عندك البيزكس اللي هي اوريدي عندك، يعني انت ما عندكش غيرها فالاقيها بقى. لكن ما لاقيكش جاي بديك اسالك سؤال تضحك او تبص في السقف، فاحنا كده مش بنهزر. فلكن هتجيلي وتبص في السقف بس جايب لي معاك شهادات، مش تعمل حاجه وفلوس على الفاضي، والموضوع ابتدى يتحول لبزنس بزياده. فعشان كده انا مش يعني لما حد بيجي يقول لي، بقول له يا ابني دور على شغل، الشغل هو اللي هيقول لك ايه الشهادات اللي انت محتاجها مش العكس. يعني انا ممكن اخد شهاده وادفع فيها فلوس واضيع فيها وقت، ممكن ادور فيها على شغل وفي الاخر الشهاده دي لا تنفعني ولا الشغل اللي عايزه. فطالما انا بسعى ومجتهد ربنا سبحانه وتعالى هيوفقني، مش بشهاده بقى من غير شهاده، المهم ان انا اسعى. يعني هي to be qualified not certified. الله يفتح عليك. انا بقى هعيد صياغه السؤال ده بطريقه تانية. لو انت باشمهندس احمد جالك اتنين دلوقتي انت بتعملهم انترفيو،
اتنين شباب خريجين نفس الجامعة والاتنين اسمهم أحمد على سبيل المثال. أحمد الأولاني جايب امتياز في الكلية، جايب 98% تقدير عام إجمالي من الكلية كلها. أما أحمد التاني بقى لا، ده جايب مقبول، بس الفرق بينهم إن أحمد التاني أبو مقبول ده الإنجليش بتاعه كويس، ابن بلد، بياخد ودي في الكلام، داخل مبتسم عليك، يعرف يخطف قلبك كده، وعنده سوشيال سكيلز جميلة، بيحس بيقدر يعمل علاقات ويفتح كلام وهكذا. أما أبو امتياز ده مثلا لا، هو جايب امتياز، جاي راسم نفسه بهذا الشكل، مكسوف جدا، خايف جدا من التعامل وهكذا، ما عندوش سوشيال سكيلز، ما عندوش سوشيال انتليجنس. ويتش وان ويل يو سيلكت؟ هتختار ده ولا تختار ده؟ عندي كم مكان؟ لو الاثنين، لو عندك مكان واحد والاثنين بيتنافسوا على نفس المكان ده، واحد جايب مقبول بس عنده مهارات تانية، سوشيال انتليجنس، البيرسونال سكيلز بتاعته كويسه جدا، بياخد ويدي، فليكسبل، ابن بلد، تحطه في المكان يقدر يسد، والتاني اللي جايب امتياز ده معلش كده لبخه، يعني بيعرف يتكلم، هو اتعود ان هو يكون يحفظ الكلمتين اللي بيقراهم، يدخل في يقول لهم في الامتحان جاب امتياز. Which one will be the better? Which one will be the best? Which one will you select? تختار ده ولا ده لوظيفة واحدة؟ سؤال جميل جدا، خصوصا لما اجيب له واحد امتياز اصلا هيحتقرني اساسا، هيتكلم معايا ازاي ده اصلا، هيبص لي من كل تحت. طيب عموما لا لا ربنا يحفظك يا رب. لا عادي عادي، بتحصل بتحصل. بص يا سيدي، الموضوع بمنتهى البساطه، انا عندي كرايتيريا كاحمد، انا عندي كرايتيريا مبدئيا الاثنين عندهم اريا اوف امبروفمنت، انا ما ببصلهاش انها نيجاتيف امباكت. واحد عنده الجانب اللي عايز يتطور، هو الجانب السوشيال او الانتربيرسونال سكيلز، هي دي اللي واقعه. واحد التكنيكال سكيلز، هي دي اللي واقعه. فالاثنين لو اتعينهم هيتعينهم كل واحد فيهم هيبقى انا هشتغل عليه. لعلمك انت ممكن يبقى ظاهر قدامك ان الراجل اللي هو الانتربيرسونال سكيلز عنده حرك كده، واد ابن بلد وبتاعه، وترميه يرد لك تاني، وما عندوش مشكله تعمل فيه اللي انت عايزه، وعايز يتعلم وعايز يشتغل وعايز وعايز وعايز، بس ده هيتعبك في حته اللي هي ايه، الديليفربلز، الاساينمنت هتديهوله وهتقعد تشرح له الاساينمنت بتعمل ازاي، ويغلط ويرجع لك تاني، وتعلمه ويغلط ويرجع لك تاني وتعلمه التاني، هيبقى تكنيك عنده العلم وعنده الساينس موجود. تمام، لان انت عارف هندسه مش بتاعت احفظ وكب، انت لو عشان تجيب تقدير كبير لازم تبقى معلم. وعلى فكره معظم اللي اعرفهم جايبين تقديرات ولاد بلد قوي، يعني قوي، يعني انا كنت المثال اللي انت بتقوله ده انا شفته من ناس جايبه مقبول بضوء على الوالدين، اللي هو داخل عامل كده وبتاع، ما اقعدش احنا على يدي. انا هضيف عليها حاجه، انا من 10 سنين مثلا كنت في شركه تانية يعني في مصر، فكنت بنسهر بالليل بقى انا وزمايلي اللي هم اكبر مني سنا بدفعه ودفعتين، فكنا قاعدين مع بعض في الشقه، وكنا بنسهر دايما مع بعض بالليل وبتاع، فكان في واحد منهم عايز اقول لك بيهزر وبيضحك وبيموتنا ضحك، وتحس ان هو ملوش لا في الطور ولا في الطحين. فجاه لقيتهم بيقولوا لي ده كان تاني دفعته، قلت لهم مين ده؟ قالوا لي والله ده كان التاني على الدفعه. فده اتفاق اللي انت تقوله بالظبط، ان فعلا ممكن في الغالب تلاقي اللي كان بيهزر وبيضحك وبيخرج وبيتفسح وعايش حياته، ده هو اللي عارف من اين تؤكل الكتف، وعارف ازاي يقدر يلم الموضوع كله ويحصل على اعلى فايده باقل مجهود. بالظبط. فانا شخصيا بيبقى عندي كرايتيريا للبوزيشن، اللي عندي كرايتيريا دي بعمل اسسمنت لده وبعمل اسسمنت لده، اللي بيعدي فيهم اللي بيجيب درجات اعلى هو صاحب البوزيشن. بس خليني اقولها لك، ممكن ترجمات تبقى عامله ازاي على ارض الواقع. لو انا عايز واحد داخل عندي فريش انتري بروسس انجينير بيعمل كالكوليشنز، وزي ما قلت لك هو بيعمل كالكوليشنز ممكن تكون كتيره بس ما بيعملش اكتر منها، مش مطلوب منه ان هو يتكلم مع كلاينت او يتعامل مع حد تاني او يليد تيم، ده هو لسه بيتعلم. فانا لا هاخد اللي هو هيبقى بيخلص الحاجات دي، لان هو ده اللي هينجز معايا. والراجل التاني لو في فرصه اللي في الاوبريشنز، انا في الاوبريشنز ممكن احط واحد بقى كده ايه، اللي هو ترميه يرد تاني، ترميه في الحيطه يرد لك تاني. النوعيه دي ليه؟ لان الراجل بتاع الاوبريشن من دي 1 بيحتك باللي حواليه، لكن الراجل بتاع البروسيس اللي قاعد في المكتب بيعمل كالكوليشنز من دي 1 هو بيحتك بالكمبيوتر ومديره، ياخد انستراكشنز، يفهم الدنيا ماشيه ازاي، يخش يطبق، يبعت ديليفربلز ويرجع وهكذا. لكن الراجل بتاع الاوبريشن من دي 1 في السايت، فانا هاخد ده اوبريشن واخد ده بروسيس. طيب خليني كده اسالك سؤال يبدو شخصيا شويه، يعني اتفضل. في شخصيه في حياتك سواء على المستوى الشخصي او المستوى المهني، حد في حياتك كاحمد او حد في الشغل بتاعك كمهندس شفيع،
هل في شخصية انت شايف ان هي كانت ملهمة بالنسبة لك وعلمتك كتير او انت استفدت منها على المستوى الشخصي وما تنساهاش؟ اه طبعا في ناس كتير، مش واحد مش بس. لازم تقول اسم، مش لازم تقول اسم، بس قول لي الشخصية دي عملت ايه معاك. بغض النظر عن ابويا وامي وحمايا وحماتي، الاربعه دول اثروا في حياتي جدا. بغض النظر عن اخواتي اثروا في حياتي جدا، كل واحد اثر في حياتي جدا، يعني كل واحد من دول اثر في حياتي بطريقه كبيره قوي وعمل في شخصيتي كتير، وهو عمل احمد شفيق اللي موجود دلوقتي. لكن نتكلم على الصعيد المهني، ده انا ممكن اقول اسماء عادي جدا، يعني اتفضل. دكتور مجدي جلال، باشمهندس خالد عبد البديع، باشمهندس رفعت عبد الخالق، باشمهندس احمد زايد الله يرحمه، باشمهندس علي نصر، باشمهندس محمود مصطفى، باشمهندس مصطفى شاهين، باشمهندس راشد الفهيدي، باشمهندس علي الناصر، باشمهندس راشد الكواري، مارتن هاوكنز، راج هوبلان، سودير مشرى. لو خدت بالك الاسماء، في مصريين، في عرب، في خلايجة، في هنود، في أمريكان، في ساوث أفريكان. دول يعني أنا من النوعية اللي أنا ماشي بتعلم، أنا وعلى باب الله من صغري بطلع وأتعلم. فأي حد قدامي، مهندس منتصر أبو عوف ما أقدرش أنساه. ده غير، ده كان كري... ده كان يعني إيه بيسموها إيه؟ تشينج بوينت في حياتي، كارير تشينج بوينت في حياتي. الراجل ده عمل لك ايه؟ عمل لك ايه مهندس منتصر؟ منتصر ابو عوف غيرك ازاي؟ بص هي بمنتهى البساطه، الراجل ده علمني اسلوب جديد للمهندس. ازاي المهندس يكون مهندس؟ مش بس حسابات. عند الراجل ده انا ابتديت اتعلم ان المهندس مش بس حسابات ويعني كالكوليشنز وانجينيرنج ورك وانتر بيرسونال سكيلز، لا، في بقى بزنس سكيلز وليدرشيب سكيلز تانية وكوميونيكيشن سكيلز على ليفل تاني ما عرفتهاش الا لما اشتغلت مع الراجل ده. ايام كنت فلوري الراجل ده كان وليه فضل عليا، وعايز كده وعارف انا بحترمه وبقدره قد ايه، وعشان ما بقاش بتملقه وانا متاكد ان هو مش هيشوف الفيديو فعشان كده بتكلم براحتي. الراجل ده كان الريجنال دايركتور لورجي لما فتحت في ابو ظبي، وانا كنت بريبورت ليه. اول ما اشتغلت معاه قلت له انا راجل مش بتاع سيلز، عشان بس نبقى متفقين، انا معاك لحد ما احنا ناخد بس المشاريع ونقلب انجينيرنج سنتر. قال لي اول ما هنقلب انجينيرنج سنترز انت الانجينيرنج مانجر بتاع الريجن. قلنا ممتاز وزي الفل تمام. ففي الفتره دي انا عملت حاجه كتيره، انا عمل لي اكسبوجر، اللي انا اللي عملت التاسيس، ورقه التاسيس بتاع الشركه لورجي الالماني، عملت لها تاسيس في ابو ظبي، انا اللي عامل ورقها، انا اللي مستخرج الحاجات بتاعت وزاره التجاره والصناعه، انا اللي شاري العفش بتاع الحاجه، اللي متعامل مع الكلاينتس على الليفل يعني محترم في شركات ابلوك، يعني على الليفل كبير، ناس ما كنتش يعني ساعتها ما كنتش اتخيل انا ممكن اقعد مع الناس دي. واللي هو يعني فعلا هو كان تشينج بوينت بالنسبه لي، ان انا اتعلم اسلوب جديد من الحياه. لا الموضوع مش بس كالكوليشنز، لا في حاجات كتيره جدا في الباك جراوند مهم جدا انك انت تعرفها، مهم جدا انك انت تشوف الاحتكاكات فيها، بتتعلم فيها، بتشوف المشاكل اللي بتحصل فيها، وبتحاول انك انت تتعلم فيها من بعيد لبعيد، لان انت بتحتك على ليفل عالي جدا، والغلطه فيه مش بجون، الغلطه فيه بفوره. فدي كانت فرصه بالنسبه لي كبيره ان انا اتعلم ده في سن صغير في بوزيشن زي ده. فدي كانت من الحاجات برضو اللي اثرت معايا جدا. يعني مهندس راشد الفهيدي برضو من الناس اللطيفه، خليني اقول عليه برضو، الراجل ده انا كنت سايبه بخطر وماشي خلاص وخلصت عقدي في اوركس وخلاص، انا بقى هروح بقى، كان عندي حاجة ساعتها في الكويت وكنت خلاص ماشي قبل قطر غاز. وبعدين قال لي أحمد طب إحنا مش عايزينك تمشي، عايزينك تقعد معانا في قطر وكده. فقلت له والله أنا نفسي، بس هو مفيش حاجة، خلاص العقد بتاعي هنا خلص. قال لي طب ليه يا شباب بتقدم في قطر غاز؟ قلت له حضرتك أصلا دول ما بيبعتوليش ريجكت على الإيميل، يعني مش بيقبلوا السي في ده أصلا، ما بيستنضفوش يبعتوا لي ريجكت. قال لي طب ما إيه رأيك لو رحت بعت لهم دلوقتي؟ قلت له يعني هيحصل إيه؟ قال لي جرب، تعرفش هو عمل إيه، المهم جربت. وبعد كده قعدت في قطر، يعني عملت انترفيوهات والحمد لله مشي الحال. وكان لوجه الله، يعني الراجل ده لا هو مستني مني حاجه ولا انا هاخد ولا انا هنفعه بحاجه لما اروح المكان ده، بس هو سبحان الله، يا سبحان الله، هي كلها ارزاق. هل انت مؤمن باستمرار القراءه بعد التخرج؟
مش بس في القراءة بشكل عام، لا أنا بتكلم القراءة في التخصص. هل إحنا مطالبين إن أنا كمهندس متخرج من الجامعة أستمر في القراءة، يبقى عندي مرجع معين خاص بحاجة بالكيميكال إنجينيرينج، بالديستيليشن، بالسيباريشن، بالترانسبورت فريومنا، لا الصوت قطع. سؤالي كنت بسأل هل احنا مطالبين او هل انت توصي باستمرار القراءة، ان انا كمهندس متخرج او مهندس شغال حاليا في موقع استمر بالقراءة، اقرا في تخصص معين، اقرا في مرجع معين فيما يتعلق بالهندسة الكيميائية، مرجع خاص مثلا بالريفايننج، مرجع خاص بالسيباريشن تكنولوجي، مرجع خاص مثلا باي حاجة في التخصص بتاعنا، هل انا مطالب ان انا باستمرار استمر في القراءة وخليني دايما بقرا ودماغي شغالة والكلام ده، ولا اكتفي بالشغل على ارض الواقع، ولا الموضوع القراءة ده خلاص كان مرحلة وانتهت في الجامعة؟ لا القراءة هو جزء أساسي من التعلم، إنك أنت لما بتشتغل في السايت أنت عايز تبقى مهندس ولا عايز تبقى يعني مش المسمى الوظيفي، عشان بس يعني أنا يعني لهم مني كل الاحترام الأوبريتورز، لهم مني كل الاحترام، أنا كمهندس شغال أوبريتور ممكن أبقى أوبريتور وممكن أبقى مهندس وأنا شغال أوبريتور. فرق إيه؟ الفرق وانا شغال اوبريتور بايدي ابقى عارف فاهم اللي انا بعمله، في فرق ما بين ان انا واحد كاتب لي ورقه افتح اقفل. طب انا ممكن اجيب واحد اي واحد مش بكالوريوس هندسه معاه ستيبس ادربه افتح ده واقفل ده وافتح ده واقفل ده خلاص افتح ده واقفل ده وخلاص وخلصنا. لكن انت وانت بتفتح ده عارف انت ليه بتفتح البلف بالراحه، علشان خاطر ايه؟ تعمل ايكواليزيشن للبريشر. ليه؟ لو فتحت على طول هيحصل بريشر جاشنج وهيحصل امباكت على البتاع ويحصل فيلير هنا والبريشر بروفايل. انت لو ما بتقراش مش هتفهم الكلام ده. فتعلم القرايه هي التعلم، مفيش حاجه تانية هتجيب لك علم غير انك انت تقرا. وانا لحد دلوقتي انا كل يوم لازم يبقى فيه حظ كده، لازم يبقى فيه توبيك جديد يجي في قدامي وابقى فيه عندي في نقطه مش باينه، فاخش ادور الحاجه دي تتجاب منين وابدا اشوف السورسز بتاعتها ايه واتواصل مع الناس اللي عندها السورس ويشتري الكتاب، يا اما احاول اخد من حد من الناس اللي عندهم الكتاب بس يصور لي السكرين شوت من الحته اللي انا عايزها، بحيث ان انا اقرا واتعلم. العلم ما بيبطلش، ولا هو لو بيبطل كان زمان المصانع اللي احنا شغالين فيها وقفت من زمان. هو المصانع دي شغاله عشان خاطر العلم كل فتره بيطلع طريقه جديده نقدر نطور فيها فتره حياه المصنع، نبدا نطور فيها الانتاجيه، نبدا عشان كده احنا شغالين وبناكل عيش. غير كده كان زماننا قاعدين في العصر الحجري. فالقرايه دي لازم، ده واجب، اللي مش هيعمل كده مش هيطور نفسه وهيقعد. اللي هيطور نفسه هو اللي هيوصل. عايز اقول لك برضو ان الموضوع مرتبط بالاسلوب بتاع الكتاب، يعني في كتب اسلوبها في العرض، عرض المعلومة وسردها بيكون اسلوب ممتع يخليك انت تحب تقرا فيه كل يوم. يعني انا ما انساش كتاب كنا بندرسه في الجامعة عن البتروكيميكالز اسمه Chemistry of Petrochemical Processes، كيمياء العمليات البتروكيماوية، ده بتاع دكتور سامي مطر، ده مصري. دكتور سامي مطر كان بيعمل في شركة السويس تصنيع البترول وسافر امريكا مع الدكتور لويس هاتش، الاثنين مع بعض عملوا الكتاب ده Chemistry of Petrochemical Processes. الكتاب ده كنا بندرسه في الجامعه في سنه ثالثه تخصص، بيتكلم عن صناعه البتروكيماوات فروم اي تو زي، يعني لامم الصناعه من اولها لاخرها كلها. اسلوب سهل جدا، ممتع جدا، يحببك في التخصص. انا ستيل حتى يومنا هذا الكتاب عندي وبفتحه يوميا ابص في حاجه جواه، ولما حد من داخل مصر او من خارج مصر بيسالني عن صناعه البتروكيماوات، يا جماعه الصناعه دي عباره عن ايه وبتعمل ايه واطور من نفسي فيها ازاي واتعلم فيها ازاي، ببعت له الكتاب ده مباشرة. آخرهم كان امبارح أحد الأصدقاء في العراق بعت لي امبارح بيسألني إن هو هيدرس مادة في إحدى الجامعات العراقية بتتكلم عن البتروكيميكالز، هل عندك أي ريسورسز أقدر أستعين بها؟ بعت له الكتاب. ما شاء في الله. كتاب رائع بقى اسمه برضه بتروكيميكالز إن نون تكنيكال لانجوج، يعني البتروكيماوات بلغة غير فنية، بيتكلم عن البتروكيميكالز في مناحي حياتية مختلفة، بتشوف البتروكيماوات فين، المركب اللي اسمه بولي يوريثين ده مثلا موجود فين في حياتك اليومية، مش لازم تكون مهندس كيمياء عشان تقرا فيه. فالفكرة ان اسلوب الكتاب بيفرق، بس احنا مطالبين باستمرار القراءة واستمرار التعلم، لان ده بالظبط. حتى بيسموه كايزن، التطوير المستمر. لو انت خلاص اكتفيت انك اتخرجت من الجامعة واشتغلت وبتروح كل يوم تأدي الروتين وورك المطلوب منك وبس، لا مش هتتقدم مكانك، مش هتطلع كلام للنيكست ليفل مظبوط، على الاطلاق خالص يعني. كلام طيب مظبوط، كلام خلينا مظبوط. كده نرجع بقى
للجزء بقى السوشيال الانتر بيرسونال مع احمد شفيق. يعني ايه قصه احمد شفيق على الطريق؟ بص يا سيدي، هي موضوع بمنتهى البساطه ان انا كنت شغال اياميها في مكان يبعد عن مكان سكني 120 كيلو، فكنت بقى بسوق ساعه ونص رايح ساعه ونص راجع يوميا. فقلت طب ايه يوميا، يوميا لمده 8 سنين. ف فيعني قلت طب ايه، ما يعني انا فعلا تفتق ذهني الموضوع ده، طب ما نعمل فيديوهات ونحطها فيها دعوات، نتكلم في حاجه مثلا حصل موقف فانا عايز ادي تعليق عليه فراح عامله. فايه قلت احط، ابتديت احط بوستات كده من وقت للتاني، وبعدين لما قلت طب ما احطهم في حته واحده عشان لو حد حابب يشوفهم. فبنتي الصغيره شارت عليا قالت لي طب ما تعمل شانل على اليوتيوب. طلعت شانل على اليوتيوب والله حلوه فكره، طب نسميها ايه؟ والله قالت لي ما انت بتروح جاي على الطريق. قلت لها بس هي احمد شفيق على الطريق، هي كده هي جابت نفسها يلا بينا. انا عاملين بيج على الفيسبوك وعاملين بتاع على اليوتيوب، وكل فتره بقى بنحط حاجه صغيره كده. لما حصل الانفجار بتاع بيروت حطينا حاجه، لما حصلت الكوفيد حطينا حاجه، لما اتكلمنا عن الفرق ما بين القناعه وما بين الرضا، وانا ماشي مع اي مدرسه، اللو اوف اتراكشن، ازاي تقدر تطور نفسك، ايه فكره انك حاجات، مواضيع كتيره 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 كده، وحطيتها على التشانل عشان خاطر يعني اهوين طلعت فيها حاجه مفيده، واحد فيها استفاد، انا ابقى في وقت بعيد عن الدنيا كلها وفي حته ثانيه ابقى مستمتنشا بس على ثواب بيجي لي، ولاقي دي هديه جايه لي من عند ربنا سبحانه وتعالى، خد دي عشان انت عملت مش عارف ايه الفلاني. فالحمد لله يا رب. دي كانت اول بدايه معرفتي بيك برضه على فكره يا احمد. انا اول مره تشرف عرفت لي، فيها كان برضه احمد شفيق على الطريق، يعني ربنا يبارك فيك. انا صدعتك اكيد. لا 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 والله العفو، لا ده انا مستمتع جدا والله باللقاء ده، ربنا يبارك فيك. انا كده كده والله انا خلصت النقاط المناقشه اللي المفروض كنت اتكلم معاك فيها. هندي بس فرصه كده للاصدقاء اللي معانا في الميتنج، لو في حد من حضراتكم حابب يسال احمد اي سؤال يتفضل. معانا مجموعه حوالي 11 او 12 مهندس تقريبا من مصر وخارج مصر، فلو حد من حضراتكم حابب يسال باشمهندس احمد اي سؤال اتفضل يا شباب. يا اهلا وبرحب. ويعرفنا بنفسه طبعا. ايمن عايز تقول حاجه؟ ايمن ايمن اتفضل. السلام عليكم هندسه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون ايمن اتفضل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يخليك يا فندم. يا رب دي. كنت عايز بس اعرف يعني يعني دايما لما في دراستي وكده كنت بدرس بعض الحاجات النظريه او انا شايفها نظريه وما بتمنتش الواقع او لسوق العمل بكده، فعايز اعرف ازاي اعمل كونكشن ده. معلش يعني انت بتقول ان مثلا ايام الكليه كنت بتدرس مواد وشايف ان المواد دي مش ابليكابل في الحياه في الحياه العمليه بالظبط؟ يعني انا حاليا اللي سنه التخرج بالنسبه لي لسه حاله الكونكشن دي مش لاقيها، فمش عارف يعني اعمل ايه او اتصرف ازاي. انت لسه متخرج؟ لسه ما اتخرجتش، سنه التخرج ده كل سنه الحاليه باذن الله. باذن الله حبيبي، التوفيق ان شاء الله باذن الله. بص هو مفيش ماده انت بتدرسها مش هتلاقي لها علاقه في حياتك او في شغلك ان شاء الله باذن الله. بس اديني مثال كده، يعني اديني مثال لماده مثلا انت شايف انها هنعمل ايه بيها دي. هي مش كده، لا انا اقصد اقول اللي يعني اعمل يعني اعرف ازاي الكونكشن بين سوق العمل وبين واقع الدراسه، يعني اجيب ازاي الكونكشن ده. تقدر تظبط تربط ازاي ما بين المواد اللي انت بتدرسها وما بين الحاجات اللي انت هتشتغلها، صح؟ بالظبط بالظبط، ده واقع السؤال بالظبط. طب ده ممتاز جدا، سؤال جميل. بص يا شيخ، الموضوع بمنتهى البساطه هو ان حضرتك المواد اللي انت بتدرسها هي مواد اساس الصناعه، وبالتالي انت لما هتخش يعني انت المفروض التدريب الصيفي هو اللي يبدا يربط لك العلاقه دي، هو اللي يبدا يعمل البريدجنج ما بين الدراسه العمليه سوري الدراسه النظريه والشق العملي. لو ما فيش تدريب صيفي فانت مش هتقدر تشوف الكلام اللي انت بتدرسه في الكتب على ارض الواقع، بس هتبدا تشوفه اول ما تشتغل، هتبدا تربط، هتلاقي ان كل المواد اللي انت درستها ليها علاقه في صميم شغلك.
انليس مثلا ساعات كده بيبقى مثلا ايه يعني زمان واحنا في كليه هندسه كنا بناخد ماده اسمها قانون، تمام؟ هي كانت بتتكلم ساعتها على قانون، انا بقول قانون ايه، انا مالي، انا هو انا في حقوق يا جدعان، انا مالي بمال القانون وبتاع. ليتر اون لقينا ان الانفايرمنت انجينيرنج مثلا اللي هو كيميكال انجينير ممكن يشتغلها، ليها علاقه صميمه بالريجيلاتوري او بالريجيليشنز والستاتوري ريكويرمنت اللي هي الحاجات القانونيه او الشق القانوني او الالتزامات اللي كل شركه المفروض تلتزمها تجاه البيئه. فهو بيأسس لك لده، فبيديك قانون ومنه هتبدا تشتق الحاجات دي. فلو مفيش التدريب الصيفي هو اللي ممكن يربط لك، تبدا تربط الـ 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 المواد اللي انت بتدرسها بتشوفها في الكتب مع الحقيقه. لو ما حصلش كده بعد الشغل، بعد ما تشتغل ان شاء الله باذن الله هتبدا تربط الكلام ده. انت اهم حاجه عندي انك انت تركز في شغلك، او سوري تركز في مذاكرتك، لان مذاكرتك وفهمك للماده العلميه هو ده اللي هيساعدك في الشغل ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طب لو في ستيبس معينه نقدر انا يعني اعمل نقاط قوه لبعض الحاجات تقدر ان هي تفرق معايا في حته سوق العمل وكده كفريش جراديويتد يعني؟ ان الماده العلميه اللي انت درستها في الكليه تبقى حاضره في دماغك وجاهزه، وقت ما يبقى عندك انترفيو تبقى جاهز انك تخش انترفيو، ما تقول ما يعني ما تبقاش متردد، انك انت تبقى واثق انك انت طول ما انت بتسعى ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك. ما تصرفش فلوس زياده في انك انت تروح تاخد كورسات وتاخد شهادات، ان في الاخر انت مش عارف انت هتشتغل ايه، ومستحيل تاخد كل الشهادات اللي موجوده في السوق. يعني هتدفع اللي وراك واللي قدامك، وهتاخد وقت كله وقتك كله اللي المفروض تدور فيه على شغل تاخد شهادات، وناس تانية بتشتغل. فانت لا، اشتغل وشغلك هو اللي هيقول لك ايه الشهادات اللي انت محتاجها. بالظبط حبيبي يا هندسه، بيوفقك ويسعدك توفيق ان شاء الله. وائل، احمد سعد، احمد شعيب، باشمهندس كريم، محمد خالد، احمد جمال، اي سؤال تاني يا شباب؟ فرصه نستغل هذه الفرصه بوجود هذه القامه الكبيره. لا، قامه كبيره انت كبير، وهم الباشمهندسين كلهم قامات كبيره، انا واحد يعني. الله يحفظك يا باشمهندس احمد، ربنا يبارك فيك. اي سؤال تاني يا شباب؟ اللي حابب يتفضل. انا عايز بس اشكركم، لازم الفرصه دي ما اضيعهاش. شو سكرين؟ لا مش انا، طيب عايز احيي الفكره الفظيعه هندسه ابو زهره، مش ما شاء الله يعني. انا اسف على التاخير والله، بس هندسه شفيع عارف الـ عارف الكونكشن بقى في افريقيا عامل ازاي، فبعتذر ان انا دخلت متاخر، بس كان نفسي احضر من البدايه. معلش كريم مين؟ معلش بقى، شو اسمه؟ كريم سعيد. لا كريم طالب. لا طالب عادي، طالب عادي. بس معلش باشمهندس كريم سعيد طالب. طالب ايه حضرتك؟ لا يا عم مش هو، مش هو. معلش يا ريس، وانا قاعد على السلك، فيمكن بس السلك بتاع خط، انا انت عارف انا قاعد فوق خط الاستواء، فتلاقي السلك معلق شويه، هرحرح لك السلك شويه عشان النت عندكم. اتفضل يا كريم. انا قلت احييكم بس، ما شاء الله على الفكره، الفكره جميله والله. يا ريت بس نستمر، الشباب لسه محتاجين كتير، محتاجين التوجيه بس في البدايه، فمحتاجين نزود معاهم القصه دي كتير جدا في البدايه، والنصايح هم بيبقوا تايهين، وانا احنا بنعذرهم بصراحه، الموضوع بيبقى طالع من حاجه بيلاقي حاجه تانية خالص، فمحتاج بس ايه مجرد توجيه بسيط بس، يروح فين ويجي منين بالظبط كده. فانا شايف ان البودكاست ده هيفيد كتير جدا، نستمر بس ان شاء الله، ونجيب قامات كبيره ما شاء الله، ونعمل بدايه بمهندس شفيق. عندنا قامات كتيره جدا، هرشح لك انا بيني وبينك هندسه ابو زهره، القامات الكبيره اللي موجوده في الصناعات اللي تفيد الشباب ان شاء الله، ونسوق اكتر للقصه زي القمر، زي القمر من غير ما تعجب. حلوه القصه؟ شفت القصه؟ حبيبي ربنا يوفقكم ان شاء الله، وباذن الله نثبت بس كده ونستمر، وان شاء الله خير، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانا شخصيا لو تسمح لي يا استاذ محمد، بس انا استاذ كريم والله يعني انا سعيد جدا بوجودك، وده شرف كبير ليا يعني. يا خبر ابيض يعني، يا خبر ابيض، الشمس محمد اللي بيتكلم معايا، والشمس كريم داخل يعلق، والبشمهندسين الافاضل قاعدين حاضرين. لا انا يعني انا على فكره ده يعني هغير عيد ميلادي من فبراير اعمله في اكتوبر على الوضع ده كده. انا شرف كبير ليا. انتوا الاساتذه الكبار طبعا. لا والله احضرني هنا موقف اقول لك عليه يا باشمهندس محمد، لما بتقول لي على المواقف اللي غيرت من حياتك، موقف من المواقف وده برضه لسه للشباب. كريم
وانت جيت بقى فانا قفشتك. كريم ما اتقابلناش لحد دلوقتي، احنا ما اتقابلناش فيس تو فيس، ما نعرفش بعض، ما سلمناش سلام عليكم وعليكم السلام كده وحضرنا بعض زي ما تحس ان احنا اخوات اصلا على الـ على على الفيسبوك وكده، بس ده ما حصلش لحد دلوقتي. تمام. ومن غير ما يشوفني ومن غير ما يعرفني ومن غير ما نتكلم مع بعض كتير، حصل عندي موقف اظن ان هو ممكن يهد حد يوقعه. وكريم من اول الناس اللي وقفت معايا، كريم من اول الناس اللي وقفت وحاول كل ما في استطاعته ان هو يعمل اي حاجه، ان هو يحاول يساعد وان هو يجري في الموضوع. ودي فرصه كويسه اقول للناس انك انت، انا اتعرضت في حياتي لمشاكل كتيره، معرفش انتوا درستوا او يعني اللي فيكم بيدرس اكيد عارف واللي اشتغل اكيد عارف، في حاجه اسمها بريشر ترانزيت او سيرج. انا دخلت في سيرج كتير في حياتي، واخر سيرج حصل لي سبحان الله، حصل لي اليوم اللي كنت بدي فيه اول محاضره ليا في البروسيس انجينيرنج كوميونتي عن السيرج، واصريت ان انا اعمل المحاضره في نفس اليوم 8/6/2020. كانت الكورونا، والشركه اللي كنت شغال فيها قررت اس فجاه احنا هنعمل لاي اوف لعدد معين من الناس، ونتيجه ان في جنسيات معينه كان عليها الطلب ان هم لازم ندلع الناس دي شويه، فراحوا مدلعيننا مع الناس اللي اتدلعوا. فانا لوهله حسيت ايه ده وازاي بعد العمر ده كله، بعد الشغل ده كله، بعد التكريم ده كله، ده انا اتكرمت من فلان وفلان وفلان، ده انا ترقيتي كانت في الحته الفلانيه، ده حصل كذا، ده حصل كذا. هنا بقى ايه اخش حته تكنيكال صغيره، اللي بيساعدك في البريشر ترانزيت او في السيرج ان يبقى عندك ايه الانتجريتي بتاعتك كويسه، الريتنج بتاع البايب لاين بتاعك عالي يستحمل الرده بتاعت البريشر، وده ايمانك بربنا سبحانه وتعالى وثقتك بان ربنا سبحانه وتعالى ما منعك الا ليعطيك، ولو كتب لك لو في مشكله حصلت لك، يعني لو اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء مش لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. تمام. فلو اقتنعت بكده دي الانتجريتي. تمام. ده الفيرست لاير اوف بروتكشن بتاعتك كبايب لاين كبني ادم. تاني ليفل اوف بروتكشن صحابك، زمايلك، معارفك، البريشر ريليف فولت اللي راكبه على البايب لاين اللي هتعمل تطلع الاوفر بريشر ده، الاول تهديك وتقول لك لا تمام وما تقلقش واحنا معاك، احنا معاك دي بالدنيا، احنا معاك دي بالدنيا. انا في ناس قالت لي احنا معاك بالنسبه لي بالدنيا وشايلهم على راسي لحد دلوقتي، وفي ناس احنا معاك وجريت وراحت تعمل حاجه، وفي ناس قالت لي احنا معاك وقدموا لي ورق في شغلهم، لا وقدموا لي ورق في شغلهم وتحط اسمهم، طب انت تمشي هو يجي بس يعني برضه سبحان الله والكلام ده يجي لي من بره. تمام. فده البريشر ريليف فولف. يبقى اول حاجه الانتجريتي، ايمانك بربنا سبحانه وتعالى، وانك انت وقت ما تقع اهم حاجه تعملها انك تقوم تقف وتبص حواليك انت هتعمل ايه وهتروح ازاي، الباك اب بتاعك ايه، هتدور في ايه، وانس ان انت حطيت نفسك في المود ده هتوصل. تاني حاجه صحابك والناس المعرفه والزمايل، الصحبه بتاعتك لازم تبقى صحبه كويسه، ان هم دول اللي بيقفوا جنبك، هم دول اللي بيضحك، هم دول اللي هيسندوك. كريم واحد منهم، باشمهندس محمد وهو عارف هو واحد منهم، واسامي كتيره من الاسامي اللي انا قلتها كانت ناس منهم، اللي هو بيقف معاك في وقت ممكن اي حد تاني يقول لك طب انا اقف معاك ليه دلوقتي، انت دلوقتي واقع يعني هستفيد منك ايه، مش هستفيد منك حاجه، لكن البني ادم الصح هو والراجل اللي معدنه اصيل بيقف ايا كان الوضع عامل ازاي، وسبحان الله ما منعك الا ليعطيك. انا قعدت 8 سنين في الشغلانه اللي قالوا لي فيها مع السلامه دي، قعدت 8 سنين اترقيت فيها داخليا من غير ما اخد المسمى الوظيفي بتاع الترقيه ولا اخد مرتب الترقيه، بس كنت سعيد ومبسوط وفرحان واموري تمام بقى، اموري تمام وسيتلد، عايش في البلد بقالي 8 سنين واس فجاه، بس مش عارف اترقى، مش عارف اخد الوظيفه بقى المسمى الوظيفي نفسه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى راح عامل السيرج ده، السيرج ده جاب لي الوظيفه اللي انا كنت بدور عليها بقى لي 8 سنين وعوضتني ال 8 سنين، والوظيفه اللي عوضتني ال 8 سنين هي دي اللي حطتني في الستيب اللي بعديها، اللي انا لو كنت قعدت بقى في الشركه اللي مشوني منها وقالوا لي يلا باي باي كان زماني لسه قاعد لحد دلوقتي على نفس المسمى الوظيفي، وما عليتش الدرجات اللي انا عليتها وما خدتش الخبره اللي انا خدتها. فنحمد ربنا دايما لما تقع في مأزق، والحمد لله رب العالمين. انا يوميها جالي تليفون، قفلت التليفون، صليت ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى، كلمت زمايلي
اول واحد كان محمود مصطفى، ثاني واحد كان كريم وهو فاكر، واحنا برضو ما اتقابلناش وكلمته على الواتساب انا عايز اكلمك ضروري راح مكلمني. فانا بس ده شيء بالشيء يستر يا جماعه، ومعلش يا ناس طولت عليكم. ربنا يبارك فيك يا احمد، كتر الف خيرك. ختاما انا بشكرك جدا وبشكر الاصدقاء اللي حضروا معانا البودكاست النهارده، وحابب اقول لك برضو اللي قلت لك في البدايه، انت شخصيه ملهمه جدا على الاقل بالنسبه لي انا. يا خبر ابيض، شرف ليا في الامانه والله، ربنا يبارك فيك. وانا سعدت جدا سعدت جدا باللقاء ده بجد. اللقاء ده ان شاء الله يستمر مع عليك يا باشمهندس محمد باذن الله تعالى. معلش انا هسال سؤال ومهندس احمد لو عنده وقت يجاوبه، ما عندوش وقت ممكن بعدين يعني ابقى اخد منه اجابه. اضطريت بس اسال قبل ما تخلص. احمد سعد معاك مهندس بروسيس. باشمهندس احمد سعد ايوه اتفضل. فندم خريج ميتالرجي 10 سنين خبره بروس انجينير، كنت بسال بس ازاي ابدا في البروسيس سيفتي مانجمنت، في مجال البروسيس سيفتي مانجمنت. ممتاز. حابب تشتغل بروسيس انجينير بقالك 10 سنين؟ بروسيس انجينير 10 سنين في ستيل ميكنج. ستيل ميكنج هايل. ستيل ميكنج بتشتغل دي ار بي وتشتغل ستيل ميكر ستيل ميكنج، ولا بتعمل دايركت في الدايركت برودكشن برضه معاك؟ انا دي ار بي اصلا. انا دي ار بي اصلا. طب تمام. دي ار بي في الشباب اللي معانا اللي هو الدايركت برودكشن بلانت، الاور بيجي بيخش على الدي ار بي بتعمل له الريدكشن وبعد كده بيطلع من هناك، وباشمهندس احمد ممكن يصلح لي لان هو اكيد اعلى مني في المكان، يطلع من الدي ار بي يخش على الستيل ميكنج بلانت، يطلع منها بقى الستيل ويبدا يتشكل رولز او بارز او كده، صح يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس مظبوط. تمام. حضرتك عايز تبدا في البي اس ام حاليا، حضرتك بقى انت بقى معاك خبره بروسيس 10 سنين، فانت اللي انت محتاج تعمله دلوقتي انك انت تخش ما تخش سيرتيفيكيشن. انت هل انت في الفتره اللي انت اشتغلتها حضرت اي ريسك اسيسمنت، عملت ريسك اسيسمنت، عملت هازردز؟ لا للاسف ما تعرضتش للقصه دي خالص، بس انا حابب ابدا فيها يعني. ممتاز ممتاز. طيب انا هنصحك بحاجه، لان هو السي سي بي اس بيبقى شرط من شروطه انك انت تكون عملت حاجات بايديك وقابلتها، فخلينا نخلي السي سي بي اس ده الفترة مقبلة لما تبدا تاخد الاكسبيرينس بتاعتك اللي هي ايه، انك انت تعمل الريسك اسيسمنتس وتعمل الهازردز. حضرتك ممكن تبدا الاول تاخد حاجه ليها علاقه بالسيرتيفيكيشن اللي هي الفانكشنال سيفتي انجينير. دي ممكن تاهلك انك انت تبقى عندك باك جراوند كويسه جدا في لكذا بروسيس سيفتي اليمنت، من اللي بعد كده ياهلك انك انت تقدر تقدم على الفانكشن على السي سي بي اس كسيرتيفايد بروسيس سيفتي بروفيشنال. فانا رايي المتواضع انك انت ممكن تبدا تاخد سيرتيفيكيشنز ليها علاقه بالهازوب، ليها علاقه بال ان انت عندك ريفورمرز، عندك رياكتورز، عندك ستيم جنريشن فاسيلتي، عندك ووتر تريتمنت، عندك فيرنسز، انت عندك ناتشرال جاز ريدكشن ستيشن على ما اعتقد ان الستيل فاسيلتي لازم تبقى فيها كل ده، فانت بينطبق عليه. فانت عندك هيدرو كاربون وعندك هاي ريسك فاسيلتي، فانت محتاج تعمل يعني محتاجين هم بي اس ام. فانت عشان تمشي السكه دي ممكن تمشي السيرتيفيكيشن بتاعتك انك تبدا تاخد سيرتيفايد مثلا حاسب او سيرتيفايد فانكشنال سيفتي انجينير، ومنها تبدا تعمل شغل في قلب الشركه. اهم حاجه انك تبدا تعمل شغل بايديك، يعني احضر ريسك اسيسمنتس، بلاش انت اللي تفاسيليتيت بس احضر. يعني اكيد الناس دي لما بتيجي تعمل شغلانه او تيجي تعمل مثلا موديفيكيشن او حاجه بيعملوا ريسك اسيسمنت او بيعملوا هازارد، احضر الحاجات دي، الحاجات دي هي اللي هتاهلك انك تبقى معاك سيرتيفيكت زي اللي هي السي سي بي اس. اتمنى ان اكون وضحتها لحضرتك يا باشمهندس. تمام. طيب هي حاجه زي تي يو في اللي هي في الهازارد السيرتيفيكيشن دي ممكن تتاخد، هتبقى مفيده لو انا اخدت الكورس دوت، يعني لو السيرتيفايد هاز بليدر؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، لان شرط من شروط خليني اقول لك على حاجه بس، شرط من شروط ان انا اكونتراكت او اهاير ثيرد بارتي يجي يعمل لي هاز ستادي عندي في الشركه ان هو يبقى سيرتيفايد هاز بليدر. انا ما بسمحش ان حد في الشركه، مش احمد يعني، انا كشركه ما بسمحش ان حد عندي في الشركه يعمل هاز يفاسيليتيت هازوب unless ان هو يكون سيرتيفايد هازوب ليدر او هازوب تشيرمان. فا
هتنفعك حتى على اللونج تيرم. يعني انت ممكن بعد كده تعمل فريلانس شغل، تطلع تعمل هازلز بره في اي حته بره، مش لازم بره مصر، بره مصر وجوه مصر طالما انت سيرتيفايد. هندسه شفيق، ممكن اضيف حاجه بسيطه؟ اكيد هندسه طبعا. هو باشمهندس احمد، هو الاول بس عشان انا ما بحبش اصلي لقطه الجهد المهدور، فطبعا الا لو انت مثلا عايز تدرسها تستفيد منها على المستوى الشخصي، دي مفيش فيها كلام. لكن هل شركتك اصلا هي بدات تعمل الاداره دي وبدات تهتم بالقصه دي، ولا حضرتك مثلا عايزه عشان تنط من الشركه اللي انت فيها تنط المجال تاني؟ عشان بس انا ما بحبش هناخد في شهادات وتمام وزي الفل، وعلى فكره الشهادات دي غاليه جدا مهندس احمد، عارف الشهادات دي غاليه ازاي بفلوس كتير جدا. فانا مش عايزك تصرف في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه، وفي الاخر للاسف يبقى جهد مهدور. فانا عايزك تحط فلوسك في حته مظبوطه. هل شركتك بتدعم؟ حاليا مفيش، بس الواحد بيحضر نفسه سوق عمل يعني. تمام، هي بس عشان الشهاده مثلا بتاعت التي بي فانكشنال سيفتي دي داخله تقريبا في $3,000 دلوقتي. انا مش عايزك، بس انا طبعا مش احباط ولا حاجه، بس انا مش عايزك تاخد حاجه وما يبقاش فيه فرصه. فانا دايما خصوصا الخبرات يعني، فانت لو عايز تبدا بحاجات بسيطه، في حاجات بسيطه ومش مكلفه قوي، على الاقل تحطك اون تراك يعني. بس لكن تمام. شهاده كبيره زي دي وبعد كده السي سي بي اس هتدفع فلوس كتير جدا. طب افرض لا قدر الله، وده ممكن يحصل، ما نلاقيش فرصه كويسه، هيبقى حرام جهد مهدور وفلوس مهدوره. فاهم قصدي؟ كلام جميل جدا. طيب ايه الستبس؟ طب ايه اللي ابدا بيه اللي تبقى حاجات على التراك؟ طيب في هو بس عشان يخش في البروسيس سيفتي لناحيه الاويل اند جاز، هو محتاج ياخد ستيب بسيطه اللي هي النيبوش اويل اند جاز سيرتيفيكت. اويل اند جاز دي من اعلى الشهادات تكنيكالي في البروسيس سيفتي، في الاوبريشنال بروسيس سيفتي. على الاقل هتحط اون تراك يعرف القصه دي بتتكلم عن ايه. وبعد كده ممكن ناخد حاجات بسيطه بقى، مثلا في ال 20 اليمنت دول يدوك فاميلايزيشن، نحطك بس اون تراك. لكن هتنطش على طول في التي يو في الفانكشن سيفتي، تقيله جدا مهندس احمد، عارف تقيله تقيله تقيله، وعايزه باك جراوند قويه جدا. فانا مش عايزك تخش عليها تصرف تحبط، الموضوع يقفل بالنسبه لك، لا مش مظبوط. فاهم؟ لو عايز ابدا بالشهاده اللي انا بقول لك عليها دي مش غاليه خالص، هتحطك اون تراك وهتعرفك ايه القصه، وبعدها الستبس واضحه. هتواصل مع اي حد فينا هنقول لك الرود ماب للبروسيس دي، الموضوع بسيط ان شاء الله. بس انا مش عايزك تصرف على الفاضي، ودي نصيحتي لاي حد كمان حتى فريش يا شباب، ما حدش يصرف اول ما يتخرج. هياخد حاجه في البروسيس، هياخد البروس انجينيرنج، هياخد ميكانيكال. يا جماعه طب وبعدين؟ طب اشتغل الاول وبعد كده اديك رود ماب لكل حاجه، والموضوع صح سهل وواضح، ما تقلقش خالص. لكن احنا لازم نراعي الظروف الاقتصاديه وحياتنا، وعايزين تتجوزوا وده طبيعي، الجواز مهم. فكل القصص دي محتاجين ناخدها في الحسبان طبعا. كلام سليم 100%. واضح بالنسبه لك؟ لو عايز تواصل معانا اي وقت انا معاك. تمام، شكرا يا باشمهندس. شكرا جزيلا يا باشمهندس كريم، ربنا يبارك فيك. احمد شعيب، وائل، احمد حمدي، احمد عبد السلام، محمد خالد، احمد جمال، اي سؤال يا جماعه؟ فرصه نستغل هذه الفرصه الثمينه. كريم واحمد. تمام، شكرا جزيلا جدا يا باشمهندس احمد، شرفت جدا بيك في هذا اللقاء. طبعا هي كانت بدايتها مسك، مش ختامها مسك. لا لا، هي بدايتها مسك بيك وبكريم والباشمهندسين العظم الموجودين، ربنا يحفظكم يا باشمهندس. جدا على اتاحه الفرصه الجميله دي. انت شخص ملهم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرزقك طبعا من واسع، وان شاء الله نسمع عنك كل خير، ونشوفك باذن الله في بودكاست تاني ان شاء الله. شكرا باذن الله تعالى. لا انا اتفرج بقى المره الجايه، اخش بقى انا متفرج ونقعد نسال بقى. ربنا يبارك فيك، متشكر جدا ليك يا احمد. ربنا يحفظكم من كل شر، واسعد الله مساءكم جميعا اينما كنتم على وجه الكره الارضيه. كان معكم احمد شفيق، ومكملين مع بعض الطريق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحب اقولها. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله. يا شباب.